انا بس في حد كان سالني سؤال كويس يعني لو احنا عندنا مثلا تو فيكتورز في اي دايمنشن يعني كنا بنتكلم شويه لو انت عندك تو فيكتورز مثلا اي اي وبي جي ان اني نمبر اوف دايمنشنز يعني ف يو كان وانس انك انت عندك تو فيكتورز بالمنظر ده يو كان اكشلي كرييت برودكتس صح كده ابسط برودكت في الدنيا اللي هو ده ليتس اسيوم ان انا برضو بكونسيدر جاست اورثوجونال ترانسفورميشنز فانت ما فيش فرق بين كوفاريانت وكونترا فاريانت يعني فانت ممكن تعمل برودكت في المنظر ده اي اي بي اي صح كده وتصم على الاي مظبوط فلما عمل لو انت عملت الكلام ده يديك كميه بترانسفورم كاسكيلر صح اللي احنا بنسميها الانر برودكت ما بين الاي والبي وبنكتبها بالنوتيشن ديت اي دوت بي صح and then you can easily prove ان الكميه دي بترانسفورم كاسكيلر if this transform is a vector like a vector وده كفيكتور بس under orthogonal transformation صح لو كان عندك نون اورثوجونال ترانسفورميشن او جنرال كوردينت ترانسفورميشن ذن الكوركت انر برودكت اللي ممكن يديك سكيلر لازم اندكس اب واندكس داون عشان يحصل الكانسليشن يعني صح لانك انت ساعتها الترانسميشن لوب بتاعك بقى كده في ال يبقى عندك حاجه زي كده اي اي بي اي ده اللي هيدينا سكيلر يعني صح تمام دلوقتي بقى انت ممكن بدل ما تجنريت سكيلر من الاي والبي طبعا انت كماثيماتيكال فورماليزم انت ممكن تعمل اي برودكت انت عايزه انت ممكن مثلا تاخد الاي اي والبي جي وتعمل برودكتس كتير جدا منهم يعني بديفرنت ميثودز بس الفكره هل الريزلت بتاعتك بتديك كميه لها ابلكيشن في الفيزكس ولا لا الكميه دي طبعا ليها ابلكيشن في الفيزكس مثلا يعني مثلا الاف دوت دي ار بيديك مثلا الورك اتسترا يعني صح نفس القصه لو انت خدت مثلا الاي اي اللي هي النكس بقى مور كومبليكيتد كيس خدت الكميه ديت اي اي بي جي اللي هو الدايركت برودكت ما بين الاي والبي جي بيديك اوبجكت بيترانسفورم كسكند رانك تنسور لا هو سيمتريك ولا هو انت سيمتريك صح فانت اول حاجه ممكن تيجي في دماغك تقول انا هديكومبوز ده للسيمتريك بارت اللي هو احنا سميناه من شويه تي اي جي وانتي سيمتريك بارت اللي هو السي اي جي والتي اي جي ده هو شكله كده هاف وبعد كده اي اي بي جي بلس اي جي بي اي وبعد كده السي اي جي ده بيساوي هاف وبعد كده اي اي بي جي ماينس اي جي بي اي تمام انا اخدت تو فيكتورز جنريتد سكند رانك تنسور اللي هو اي اي بي جي بس ممكن بقى اخد السكند رانك تنسور ده واقسمه للسيمتريك بارت اللي هو تي اي جي وانتي سيمتريك بارت اللي هو السي اي جي اوكي طيب السؤال بقى طيب ماشي هل الكميه ديت لها اي يوزز ان فيزكس غالبا انا عمري ما شفت مثلا اللي هو السيمتريك برودكت ما بين تو فيكتورز ده ليه استخدام يعني صح انما الكميه دي بقى فعلا اللي بتظهر في الفيزكس مثلا اللي هي بنسميها مثلا الار كروس بي اللي هو الانجولار مومنتوم مثلا او الار كروس اف اللي هو التورك صح بس مفيش اي حاجه تمنعك انت تعرف البرودكت ده انك انت تعرف سيمتريك برودكت ما بين تو فيكتورز هيديك سيمتريك سكند رانك تنسور بيترانسفورم كتنسور بس ملوش ابلكيشنز في الفيزكس مثلا دي الكميه فعلا لها امبورتنت ابلكيشنز في الفيزكس اللي هو الانتي سيمتريك بارت من البرودكت ده بس مش بس كده بقى انا ان 3 دايمنشن اي كان اكشلي ريديوس السي اي جي ده لاوبجكت سمبلر عن طريق اللي هو الريدكشن ده انك تاخد السي اي جي ده وتروح عمل كده سي ام اي جي وتضرب هنا فاكتور اوف هاف فهيديك اوبجكت بيترانسفورم كفيكتور فانت كان انكود المعلومات اللي في السي اي جي ده في اوبجكت ماتش مور فاميليار ان 3 دايمنشنز صح وساعتها بقى يو كان انتربريت البرودكت ده على ان هو الكروس برودكت ما بين تو فيكتورز وممكن تديله جيومتريك مينينج على فكره اللي هو بقى ايه بقى الاي 1 او ايه الفيكتور ايه ده هو الفيكتور اللي بتحصل عليه لما تجيب الكروس برودكت ما بين الاي والبي اللي هو الاي والبي في نفس البلين طبعا اي تو فيكتور في نفس دايما موجود في البلين فالكومبوننت بتاعه الاي اي هي الكومبوننت بتاعه الفيكتور اللي عمودي على البلين ده على فكره يو كان فيري سمبلي بروف ان الاي ده عمودي على البلين اللي فيه الاي طبعا ذس از فيري باد نوتيشن المفروض ما اسميش ده اي يعني ممكن اسميه مثلا ال سوري ال ام تمام كده فانت يو ريديوس ذا سي اي جي ده اللي هو ده ل ال ام صح this reduction كالجبرايك method is very very straightforward انت عندك سكيو سيمتريك سكند رانك تنسور then you dualize it بالابسلون you obtain an object definite transformation rule بقى in three dimension you can give this L a geometric interpretation انك انت ممكن فعلا تثبت ان ال L ده عمودي على ال A صح وال L ده عمودي على البي مظبوط حد شايف ازاي ازاي نثبت مثلا انا باي ذس ايكويشن اي مين ال اي اي ب
بيساوي صفر وفي سام على الاي يعني وسام هنا يعني بالظبط كده. هتعوض عن الاي بس عن ال بس من الحته ديت صح كده وعن السي من هنا يعني. فبسبب انك انت في عندك الاي اي هنا مع ديت هتكنسل مع الابسلون يعني فيديك زيرو. احنا عملنا نفس المثال الاولاني على فكره يعني. فذن يو كان سي ان الفيكتور ال ده مش اي فيكتور كمان لا ده فيكتور عمودي على البلين اللي فيه الاي والبي صح. وكان واكشلي ممكن تعرف اذا كان عمودي ابورد ولا داون وورد كمان صح من الكونفنشن بتاعت الابسلون. فتقدر تعرف تقول ده كروس برودكت اللي هو فيه ال ال هو الفيكتور اللي بتحصل عليه انك انت بتجيب الاورثوجونال على البلين اللي في الاي والبي بالرايت هاند رول صح. فده بيسموه ديواليزيشن ويت وركس اونلي ان 3 دايمنشنز انك انت ريديوس سكيو سيمتريك سيكندري تنسور لفيكتور. اوكي في انذر برضو في حاجه ثانيه برضو غير الانجولار مومنتم والتورك برضو بتترانسفورم كفيكتور اكشلي كسودو فيكتور سوري وهي في نفس الوقت اكشلي انترنسيكلي سكيو سيمتريك سيكندري تنسور. لو انت خدت مثلا الكميه ديت انا ستيل برضو اندر اورثوجونال كوردينيت ترانسفورميشن. تعال نحسب الكميه ديت اف اي دي هتشوفه في المستقبل يعني في الالكترودينامكس بارشل باي بارشل اكس اي اي جي ماينس بارشل باي بارشل اكس جي اي اي. اوكي انا بس هستخدم يعني نوتيشن اسهل شويه. انا اسمي البارشل باي بارشل اكس اي دي ممكن نسميها النبله اي يعني وساعات بعض الكتب بيسموها بارشل اي صح. فساعتها الاف اي جي ده لان فعلا دي الكومبوننت بتاعت النبله يعني تمام. هتلاقي انك انت الاف اي جي ده ما هو الا النبله اي اي جي ماينس النبله جي اي اي. ذس ديفينيشن بيترانسفورم كاسكيو سيمتريك سكند رانك تنسور ان اني نمبر اوف دايمنشنز صح كده. I am assuming ان الاي ده بيترانسفورم كفيكتور صح اكشلي. فالاي ده بيترانسفورم كده اي برايم اي على فكره هو فيكتور فيلد صح كده. ذاتس واي انا باخدت الدريفاتيف بتاعته يعني. فانت عندك فيكتور فيلد بيترانسفورم كده الفاليو بتاعته في البرايم دي كووردينتس اللي انا سميها اكس برايم اللي هي في دي دايمنشن تبقى اكس 1 برايم اكس 2 برايم لحد اكس دي برايم بيترانسفورم كده سام سوري اس اي ام وبعد كده اي ام اكس صح. هو الفرق ما بين الفيكتور فيلد والفيكتور انك انت الفيكتور فيلد عند كل نقطه بيديك فيكتور بيترانسفورم بمتريكس اس يعني صح. ده بيورك بوينت باي بوينت. الاكس مثلا والبي اللي هو المومنتم والحاجات دي بيديك فيكتور وبيترانسفورم عند كل نقطه بنفس الطريقه. انما انت هنا انت عندك فيلد فانت عندك فيلد اوف اروس بس عند كل نقطه اكس اف يو فيكس الاكس ديت لسام بارتيكولار تشويس هيديك فيكتور اللي هو الكومبوننت بتاعت الفيكتور فيلد ات ذس بوينت. These three components مثلا in three dimension بيترانسفورموا كده فهما انت عندك what is called the vector field. دلوقتي بقى انا هاخد الفيكتور فيلد ايه ده وكونستراكت الاف ده صح اللي هو الاف 1 2 مثلا بتساوي partial by partial x1 للa2 وبعد كده تسوى بال1 2 ال1 صح. فيديك object الاوبجكت ده we are sure ان هو بيترانسفورم كسكيو سيمتريك سكند رانك تنسور. ليه؟ لان ده بيترانسفورم كفيكتور وايه تاني بقى؟ والنبله بتترانسفورم كفيكتور برضه صح. انك انت النبله ديت اللي هي النبله برايم مثلا اي اللي هي بتساوي كده بارشل باي بارشل اكس برايم اي الكميه دي بتساوي كده علاقتها بالبارشل باي بارشل اكس جي هي كده بارشل اكس طبعا بارشل اكس برايم اي وهنا اكس جي صح. بس ديت ما هي الا الاس يعني اندر اورثوجونال ترانسميشن دي الاس برضو. فده يقول لك ان النبله برايم اي بتساوي اس اي جي نبله جي صح. ديت اللي انا مسميها نبله جي وديت على فكره للاس صح. اندر جنرال كوردينيت ترانسميشن يو هاف تو بي كيرفول بقى لازم تتعرف هي كوفاريانت وكونترافاريانت والكلام ده يعني صح. بس ذس از اس ان جنرال مظبوط كده very good. اذا دلوقتي انت عندك اوبجكت اللي هو النبله بيترانسفورم كفيكتور واوبجكت اللي هو الاي بيترانسفورم كفيكتور. لو انت عملت السكيو سيمتريك برودكت ده يديك اوبجكت بيترانسفورم كسكند رانك تنسور سكيو سيمتريك سكند رانك تنسور صح. فهتلاقي انك انت الاف برايم اي جي ده بيترانسفورم نتيجه ان الترانسفورم بتاعت الحته ديت او الحته ديت والحته ديت صح. لان هتخلي بالك الاف برايم بقى اللي هو ده برايم 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 او برايم كل حاجه وتعوض عن الترانسفورم بتاعت النبله برايم من هنا وعن الترانسفورم بتاع الاي برايم من هنا. هتلاقي انك انت كان اكشلي تيك اوت التو اسس بره ويديك الترانسميشن رول بتاع سكند رانك تنسور. ومش بس كده ده هو سكيو سيمتريك لان انا خدت اي جي وبعد كده ماينس جي اي
صح؟ فده يترانسفورم كده S I M S J N وبعد كده F M N. وطبعا ال F M N ده اللي انا قصدي بيه ال M prime F اللي هو نابلة M A N minus نابلة N A M. مظبوط؟ Very good. This زي ما قلت لك this F is defined in any number of dimensions لي definite transformation rule. صح؟ تعال بقى نحسب مثلا تعال مثلا نحسب ال F1 سوري او ال F12. ال F12 لو انت عوضت هنا بقى هيديك كام؟ هيديك partial ايه بقى؟ ال J2 طبعا فده partial AY by partial X minus partial AX by partial Y. الكمية دي اللي هي ايه بقى؟ let's assume ان ال A ده هو ال vector potential بتاع electrodynamics بقى مش اي vector يعني. يبقى الكمية دي هي ايه؟ انهي بي بقى ديت اللي هي البي زد صح كده اتسترا وسايكليك بريميتيشنز بقى لو انت جبت مثلا الاف 2 3 هديك اعتقد البي اكس اند سو اون صح فده بقى يقول لك انك انت ميبي يو كان ريديوس الاف اي جي ده لاوبجكت بيترانسفورم كفيكتور وده فعلا احنا بنعمله انك انت ممكن تجيب بقى تحسب الكميه ديت تاخد الاف مثلا الاف اللي هو اي جي ده وتعمل كده ابسلون ام اي جي صح فيديك اوبجكت الاوبجكت ده وي ار شور انه بيترانسفورم كايه بقى كسودو فيكتور صح هنسميه بي ام وفي هنا فيكتور اوف هاف ماشي اوكي هنحط فيكتور اوف هاف اوكي تعالى بقى مثلا نحسب البي 1 ديت لو انت حسبت البي 1 يبقى ده هاف وبعد كده ابسلون طبعا من غير ما احسب بقى البي 1 هو كام اف كام F23 صح اللي هو لو حسبته هتلاقي فعلا يطلع لك البي اكس يعني اللي هو بيساوي كده بارشل باي بارشل ايه بقى F23 لو عوضت في الفورمولا ديت الاي ب2 فيديك بارشل واي باي بارشل اي زد ماينس بارشل اي واي باي بارشل زد صح ده اللي هو الاكس كومبوننت بتاعت الماجنتيك فيه اللي هي البي 1 فعلا لو انت جبت البي 2 مثلا وعوضت هنا هيديك كام بقى اف كام 1 3 هي 3 1 هي لازم تبقى سايكليك يعني اف 3 1 اللي هي لو انت حسبتها يديك كده بارشل باي بارشل ال 3 اللي هي الزي وهنا ده اي اكس ماينس العكس بارشل اي زي باي بارشل اكس اللي هي لو انت لاحظت هتلاقي ده اللي هو البي واي مظبوط كده وكذلك لو انت جبت البي 3 ده بيساوي الاف 1 2 فده برضو لو عملت الكلام ده يطلع لك ان هو البي اللي احنا لسه حاسبينه اصلا هي البي زد يعني اوكي بس then you recognize البي 1 والبي 2 والبي 3 او البي اكس البي اكس فين اللي هي ديت البي اكس والبي واي والبي زد اللي هي الكومبوننت بتاعت ايه بقى بتاع الماجنتيك فيل صح كده بس this is only valid in 3 dimensions صح يبقى انت لو انت بتدرس electrodynamics in more than 3 dimensions in 4 dimensions or 5 dimensions this is well defined صح كده this product is well defined بس in 3 dimensions you can dualize الاف ده لفيكتور البي اللي هو البي ده اللي احنا دايما بنكتبها كده البي ده بقى الكومبوننتس بتاعت البي ما هي ايه اللي هي بقى نابله كروس اي صح اللي هو الكروس برودكت يعني مظبوط كده الفكره بقى في الالكتريك فيلد الفريكت يعني دلوقتي خلي بالك دلوقتي لو انت بتتكلم بقى على transformations من one coordinate system to another والترانسفورميشن دي اللي هي اللورنس ترانسفورميشنز صح اندر روتيشن مفيش اي مشكله الالكتريك فيلد على فكره بيترانسفورم كفيكتور يبقى اندر روتيشنز اللي انا بكونسيدر بس اورثوغونال ترانسفورميشن which are rotations then this is a vector which is good او يعني سكيو سيمتريك سكند رانك تنسور بس اي ديوالايز ات تو ا فيكتور بالطريقه ديت الالكتريك فيلد برضو اندر روتيشن هو كده بيساوي ماينس جراد فاي بس this is a vector also لانك انت الفاي از سكيلر فلما بتجيب الجراب بتاع السكيلر يديك اوبجكت الكومبوننت بتاعته كده ماينس نابلا اي فاي اللي هي كده يعني ماينس بارشال فاي باي بارشال اكس اي بس الكميه ديت اف فاي ترانسفورمز لايك سكيلر دي هتترانسفورم لايك فيكتور اذا اندر 3 دايمنشنال روتيشنز الكومبوننت بتاعت الالكتريك فيلد والكومبوننت بتاعت الماجنتيك فيلد يو كان ستاف ذم ان فيكتورز انتو فيكتورز يعني مفيش اي مشكله المشكله الكبيره بتظهر لو انت بقى طبعا احنا عارفين ان المعادلات الفيزيكس ما هياش انفاريانت اندر روتيشنز بس ده هي انفاريانت اندر ماتش بيجر سيمتري جروب يعني اللي هي ايه بقى
اللي هي الروتيشنز في السبيس تايم اللي هي اللورنز يعني اللي هي اللورنز ترانسفورميشنز. فانت برضو عشان تدرس النظريه بقى بطريقه زي كده لازم تكونسيدر اللي هي اللورنز ترانسفورميشن من السي تي اكس واي زي للسي تي برايم اكس برايم واي برايم زي برايم. صح اللي احنا هنسميها كده, احنا هنسمي الكوردينتس بتاعت السبيس تايم كده مثلا هنسميها اكس 0 واكس 1 واكس 2 واكس 3 والاكس 0 اللي هي السي تي يعني. صح فانت اللورنس ترانسفورميشن بتاماونت ان انت تروح من الاربعه دول اللي هم السي تي والاكس والواي والزي لدول اكس 0 برايم وبعد كده اكس 1 برايم وبعد كده اكس 2 برايم واكس 3 برايم. صح بالطريقه ديت اكس مثلا برايم ميو بتساوي مثلا اس انا هكتبها كده يعني مش هتفرق قوي اس ميو نيو اكس نيو يعني ليتس نوت ديستينجوش ما بين الكوفاريانت والكونترافاريانت. انا ممكن اعمل ممكن اعرف الاكس 0 كانها اي سي تي واخليها فعلا كانها فور دايمنشنال روتيشنز يعني, فمش عايز افرق ما بين ابر ولور يعني فور سمبلسيتي يعني. فانا اخليها كده مثلا اكس برايم ميو بتساوي برضو اس ميو نيو اكس نيو. واستخدمت برضو الستاندرد نوتيشن انك انت لو انت في فور دايمنشنال سبيس تايم الانديسيز بتاعتك تبقى اللي هي جريك انديسيز اللي هي الميو والنيو والالفا والبيتا. اندر روتيشن بنستخدم الرومان انديسيز اللي هي الاي والجي والكي. صح وير ذس اس بقى اللي هي اللورنز ماتريكس اللي هي لو انت مثلا عملت بوست في الاكس دايركشن هتلاقي انك انت الاس ميو ديت الماتريكس اللي فيها اللي هي كده اس ميو ديت لو انت عملت بوست في الاكس دايركشن تبقى كده اعتقد جاما وديت ماينس بيتا جاما وديت 0 0 وديت ماينس بيتا جاما وديت جاما وديت 0 0 وده 0 0 1 0 وده 0 0 0 1. صح كده ور الجاما طبعا اللي هي بكام بقى الجاما اللي هي 1 اوفر سكوير روت 1 ماينس في سكوير على سي سكوير والبيتا اللي هي الفي على السي. صح كده ذاتس ذا لورنس ترانسفورميشن اكتنج اون ذا فور كومبوننت كولوم اللي هو ده تمام. It's another linear transformation. فانت دلوقتي عايز تجيومترايز الاسبيس تايم. فهتجيومترايز الاسبيس تايم ازاي؟ انك انت consider الاكس 0 والاكس 1 والاكس 2 والاكس 3 كcomponent of a 4 vector. وليه هو 4 vector؟ ان هو بيترانسفورم under الاس ب 1 اس يعني. صح؟ That's the Lorentz, that's an experimental fact يعني. انك انت لما تروح من 1 inertial frame to another السي تي او التي يعني والاكس والواي والزد بيروحوا التي برايم اكس واي برايم زي برايم which are a multiplication of this matrix. يعني صح فانت هتلاقي انك انت الـ عندك الـ عندك الرول ديت يعني زي كده. فانت لو انت حطيت هنا مثلا الميو بزيرو فيديك الاكس برايم زيرو اللي هي السي تي برايم ممكن تريد اوف الرايت هاند سايد. صح لانك انت مثلا اس زيرو زيرو بكام على فكره انا ببدا الرينيمينج بتاعي من زيرو فانت ده الرو رقم زيرو ده 1 وده 2 وده 3 يعني ممكن كنت ده من 1 2 3 4 يعني تمام. انا بستخدم بس النوتيشن اللي هي اكشلي خلينا 1 2 3 4 تمام اتسترا يعني مش تفرق 1 2 3 4 صح وال1 اللي هو التايم اوكي. فساعتها بقى لو انت عايز تجيب البرايم دي تايم التايم في البرايم دي فريم اللي هو اللي عملت له بوست يعني او عملت بوست ليه ممكن تجيبه من هنا باي ريدنج اوف الماتريكس اليمنتس ديت يعني. صح وده كده سو فار ذس از ا فاكت اوف نيتشر تقول لك انك انت under this transformation the physics is invariant. صح معادلات الفيزيكس is invariant لو رحت من one frame to another مش اي حاجه هتتغير تمام. احنا عايزين بقى نريكاست الايكويشنز بتاعتنا بحيث انها تشو this invariance يعني زي في حاله الروتيشن انت بتميك شور الايكويشنز ار invariant under rotations ازاي انك انت تكتب الايكويشن فيكتور بيساوي فيكتور او سكيلر بيساوي سكيلر فلو ده حصل يبقى خلاص لو عملت روتيشن الفيكتورز ار invariant يعني مظبوط كده. نفس القصه هنا عشان تميك شور ان الايكويشن بتاعتك ار انفاريانت اندر لورنس ترانسفورميشن ميك شور ان الاوبجكتس بتاعتك اللي في اي فيزيكال ايكويشن ليهم ديفينيت ترانسفورميشن رول اندر ذس لو. طبعا دلوقتي بقى وات ويل كواليفاي تو بي ا فور فيكتور او فيكتور ان فور دايمنشن من كاوسكي سبيس تايم هو ايه؟ لا اي اربعه كوانتيتيز بتترانسفورم زي الاكس ميو نفس قصه الروتيشنز اي الفيكتورز اندر روتيشنز هما اي 3 كوانتيتيز بترانسفورم لما تعمل روتيشن زي الار. صح هنا نفس القصه الروتيشن دلوقتي عندك انت عندك دلوقتي هايبربوليك روتيشن اللي هو في المينكاوسكي سبيس تايم ده يعني باي ذس ماتريكس. صح كده فدلوقتي بقى وات از كولد ذا فور فيكتور هو اي اوبجكت بترانسفورم كده اكس برايم ميو بيساوي اس ميو ميو اي ميو زي الاكس بالظبط
صح؟ فدلوقتي بقى you have to make sure ان كل الobservables اللي عندك they fit into objects with a definite transformation law. يا اما scalar by scalar I mean scalar under Lorentz يعني. خلي بالك ممكن حاجة تبقى scalar under Lorentz ومش scalar under rotation والعكس. يعني مثلا الانرجي الانرجي is invariant under rotation. المومنتم is vector under rotation. انما under Lorentz transformation الانرجي is not invariant. انت لو رحت من one frame to another by Lorentz الانرجي هتتغير طبعا يعني. صح؟ Actually الانرجي والمومنتم مع بعض بيعملوا four vector يعني. بيترانسفورم ازاي؟ بيترانسفورم بالظبط زي كده. صح؟ You can show ان الاي هي طبعا الاي على السي يعني والسبيشال كومبوننت بتاعت المومنتم الاربعة دول مع بعض هسميهم كده هسميهم بي ميو اللي هو البي زيرو هي ديت والبي وان اللي هو البي اكس اتسترا دول برضو انا سميته فور فيكتور بالظبط لانه بيترانسفورم كده بي برايم ميو بيساوي اس ميو نيو اي سوري بي ميو. إذن المومنتم او الانرجي والمومنت والسبيشال مومنتم الاربعه مع بعض دي فول انتو فور فيكتور ريبريزنتيشن يعني اندر ذس ترانسفيشن رول. صح؟ وكذلك حاجات تانية دلوقتي بقى لو انت بصيت مثلا طبعا يو كان اكشلي فورمولييت الريلاتيفستك او سوري معظم الكلاسيكال ميكانكس هاي سبيدز يعني بدلاله حاجات بتترانسفورم كوفاريانتلي كده. المشكله بقى لو انت رحت للالكتروداينامكس لو انت رحت للالكتروداينامكس انت عندك في الالكتروداينامكس ايه؟ انت عندك الالكتريك فيلد وعندك الماجنتيك فيلد صح؟ الالكتريك فيلد والماجنتيك فيلد الاثنين بيترانسفورموا كفيكتورز اندر روتيشنز. That's what we have showed هنا يعني. الالكتريك فيلد بيساوي ماينس جراد فاي والماجنتيك فيلد هو كيرل ايه؟ هو كيرل ايه فهو سكيو سيمتريك سكند رانك تنسور اندر روتيشنز بس وي كان دواليز ات تو ا فيكتور اللي هو الكروس برودكت. الفكره بقى طيب اندر لورنز خلي بالك الالكتريك فيلد فيه 6 كومبوننتس والماجنتيك فيلد سوري فيه 3 كومبوننتس والماجنتيك فيلد فيه 3 كومبوننتس صح؟ اكيد الماجنتيك فيلد مش فيكتور اندر لورنز لانه فيه 3 كومبوننتس يعني واكيد الالكتريك فيلد مش فيكتور اندر لورنز صح؟ يعني عشان يبقى فيكتور اندر لورنز لازم في 4 كومبوننتس يعني والاثنين مع بعض اللي هم الاي اكس والاي واي والاي زد والبي اكس والبي واي والبي زد 6 كومبوننتس برضه مش فيكتور اندر لورنز. يعني اول حاجه تيجي في دماغنا ميبي انا ممكن احط الثلاثة E والثلاثة B في فيكتور بس ده دول ستة كومبوننتس صح؟ فيو هاف تو لوك هاردر اكشلي عشان تقدر تلاقي ريبريزنتيشن عايش فيه الإي والبي سوري الإي والبي صح؟ طب ذا نيكست سمبل ريبريزنتيشن أو ذا نيكست سمبل أوبجيكت بيترانسفورم أندر لورنز هو إيه؟ هما مش هينفع يبقوا سكيلر لأن السكيلر فيه 1 كومبوننت بس فهم ما ينفعوش يبقوا سكيلر ولا فور فيكتور. النكست كيس هي ايه؟ تنسور ما عندكش حل تاني غير مثلا سكند رانك تنسور صح؟ لو انت اخدت سكند رانك تنسور ان فور دايمنشن ان جنرال بقى مثلا لو انت اخدت سكند رانك تنسور مثلا ان فور دايمنشن سميه مثلا وليكن تي ميو نيو بقى وير الميو ونيو دول بياخدوا الفاليوز اللي هي ديت 1 2 3 4 ده هيبقى فيه كام كومبوننت؟ ملوش اي بارتيكولر سيمتري يعني تي ميو ده ملوش اي علاقه بالتي نيو ميو بير سي يعني هيبقى في عندك كام كومبوننت؟ 16 ذاتس تو ماتش ان هو ياكوموديت ال E1 وال E2 وال E3 وال B1 وال B2 وال B3 صح؟ بس انا ممكن اعمل ايه بقى؟ خلي بالك ذاتس جنرال تنسور ان 4 دايمنشن ممكن احط عليه كونسترينز عشان ريديوس النمبر اوف كومبوننتس صح؟ ليتس اسيوم ان هو انت اخذت السيمتريك بارت بتاعه لو انت اخذت السيمتريك بارت بتاعه اف يو ديماند ان التي ميو نيو ده انا لسه ما اعرفوش يعني بيساوي تي نيو ميو فانت عندك سيمتريك سكند رانك تنسور ان 4 دايمنشن في كام كومبوننت كام لا 10 كومبوننتس هي نمبر اوف كومبوننتس بتاعت سيمتريك ميتريك بتاعت 4 باي 4 سيمتريك ماتريكس صح فانت عندك الاليمنتس اللي على الدياجونال 4 صح كده و6 على فوق الدياجونال يبقى كده 10 وال6 اللي تحت الدياجونال هم ال6 اللي فوق الدياجونال يعني مظبوط كده فانت عندك 10 كومبوننتس برضه تو ماتش تو فيت او تو اكوموديت الاي والبي يبقى مش هيبقى سيمتريك فممكن يبقى ايه بقى ممكن يبقى انتي سيمتريك بقى ممكن ديماند ان تي ميو بيساوي ماينس تي ميو اسكيو سيمتريك سكند رانك تنسور ان 4 دايمنشن في 6 كومبوننتس صح فديس مايت ورك يعني الستة كومبوننتس هم طبعا الدياجونال كومبوننتس بيساوي 0 لانه اسكيو سيمتريك فالتي 0 0 بيساوي 0 اتسترا وعندك اللي فوق الدياجونال اللي هم الستة واللي تحت الدياجونال الماينس بتاعهم يعني فهم 6 كومبوننتس صح الفكره بقى ايه هو التي ميو ده يعني صح
انت على فكره مش محتاج تدور بعيد جدا عشان تعرف ازاي تكتب الاي والبي بدلاله اسكيو سيمتريك سكند رانك تنسور. يعني دي هتشوفها بالتفصيل في الالكترو 2. اكشلي التريكه كلها موجوده في الحاجات اللي كتبناها من شويه، لانك انت مثلا لو جيت على الالكتريك فيلد بقى انا هكتبه كده ماينس جراد اي تايمز فاي، صح؟ انما طبعا هل ده بس الالكتريك فيلد، انا بتكلم بقى الفول الكتروديناميكس، انا بتكلم على الريلاتيفستيك فورميوليشن، ف اي هاف تو ميكس يعني اي هاف تو كونسيدر بقى ذا موست جنرال سيتويشن يعني. فساعتها بقى الالكتريك فيلد ماينس جراد، انا هفكرك بال 3 دايمنشنال فيرجن اللي هي كده اي اللي كتبناها في السمستر الاولاني كتير جدا، ماينس جراد فاي كانت ايه بقى؟ ماينس بارشال اي باي بارشال تي. بص انا يعني الاناليز اللي انا هعمله ده غالبا هيبقى في فاكتور اوف سي ضايعه، صح كده؟ فليتس بوت السي ايكوال تو 1 يعني، تمام؟ فدلوقتي بقى فكومبوننت باي كومبوننت لو انت بصيت على الايكويشن ديت هتلاقي انك انت الاي اي بيساوي ماينس جراد اي فاي ماينس ايه بقى؟ بارشال اي اي باي بارشال باي بارشال تي، صح كده؟ very good. خلي بالك دلوقتي في النوتيشن بتاعتي الـ x1 ديت هي t، هي المفروض انها تبقى ct بس انا احط c1. actually لو انت بتستخدم يقليديان 4 dimensional version من كاوسكي بتبقى ict بس ديت تكنيكاليتي يعني، otherwise لازم تستخدم covariant و contravariant، بس دي برضو مش relevant قوي للسكتش discussion اللي انا بعملها يعني، تمام؟ فساعتها بقى انت ممكن تكتب الكلام ده كده، ممكن تكتب الكلام ده يعني ايه، ممكن تكتب الكلام ده كده يعني partial t بقى اللي هي x1 يعني. اوكي ومفيش فرق بقى بين upper و lower indices، مش فرق معايا يعني، خلي ده كلها كده 1 2 3 4. صح actually في الفورماليزم ده t اللي هي x4. الماجنتيك فيلد اللي احنا كنا كاتبينه من شويه بيساوي كام بقى؟ الماجنتيك فيلد اللي احنا كتبناه كان كده half وبعد كده epsilon i j k وبعد كده ايه بقى؟ ال f j k، صح؟ وير ال f j k ده اللي هو كده نابلة j a k minus نابلة k a j، صح؟ very good. بص بقى اول حاجه بتعملها عشان تعمل فعلا ريلاتيفستيك فورميليشن الكتروداينامكس، انك انت مش بتبص الالكتريك فيلد والماجنتيك فيلد من اول نظره ليهم they have six components they don't look like a nice representation under Lorentz يعني. انما في بقى حاجه much simpler than الاي والبي اللي هم ايه؟ الفاي والاي. لو انت بصيت على الفاي والاي هم اربعه components، صح؟ وفعلا it will turn out ان الفاي والاي under Lorentz transformation they transform like a four vector زي الاكس ميو بالظبط، صح كده؟ يو كان بروف ان الفور فيكتور ده اللي هنسميه بقى اي ميو اللي هي الكومبوننت بتاعته كده فاي او غالبا فاي على سي او سي تايمز فاي انا مش فاكر بالظبط، والاي اللي سبيشال كومبوننت بتاعته اللي هي الاي اكس والاي واي والاي زد. يو كان شو اكشلي ان الفيكتور ده اندر لورنس بيترانسفورم كده، بيترانسفورم زي ده، صح؟ فذاتس واي وي كول ات البوتنشال فور فيكتور، صح؟ فانت اندر سبيشال روتيشنز، روتيشنز في 3 دايمنشنال سبيس الفاي بيترانسفورم كسكيلر بنسميها السكيلر بوتنشال، والاي بيترانسفورم كفيكتور بنسميه الفيكتور بوتنشال. انما اندر لورنس ترانسفورميشن بقى بتميكس الاثنين مع بعض زي ما بتميكس السبيس والتايم بالظبط. خلي بالك اندر روتيشن التايم از سكيلر، انما الاكس والواي والزي ار فيكتور يعني، بس لورنس بتميكس السبيس والتايم. نفس القصه هنا اندر لورنس الاي مش فيكتور لوحده ولا الفاي ذا سكيلر لوحدها، لا الاثنين مع بعض دي ار كونكتد بالطريقه ديت، فبنسميهم الفور بوتنشال الفور فيكتور بوتنشال يعني الفور فيكتور بوتنشال فور فيكتور بوتنشال. سوري لا بتبقى كده يعني، انت عايز تجيب الترانسفورمد ايهات هيبقى كده الفاي برايم والـ A1 prime اللي هي الـ AX والـ A2 prime والـ A3 prime يعني اللي هي الـ X والـ Y والـ Z بتساوي الماتريكس اللي انا كاتبها ديت، وبعد كده فاي AX AY AZ زيها زي الـ T والـ X والـ Y والـ Z يعني. ديت هي نفس الماتريكس طبعا، otherwise مش هيبقى 4 vector under Lorentz يعني. ما انت given some space او space time انت اول حاجه بص عليها الكووردينيت ترانسفورميشنز اللي انت عايز تدرسها. احنا من اور اكسبيرينس احنا عارفين ان الفيزكس از انفاريانت اندر روتيشن، اكيد الفيزكس لازم تبقى انفاريانت اندر روتيشنز يعني، فساعتها بتكونسيدر
coordinate transformations which are rotations. وبت classify objects ك scalars, vectors, second rank tensors under rotations. بس دلوقتي بقى الفيزيكس is invariant under حاجة أكبر اللي هي المينكاوسكي اللي هي زي ما قلت لك it's an experimental fact. فساعتها بقى انت برضو لازم ت classify objects according to their behavior under this transformation. scalars اللي هي مش بتترانسفورم خالص ك example scalar E مثلا في special relativity. السبيس تايم انترفال صح اللي هي الكميه ديت لو انت خدت الكميه ديت اللي هي سي سكوير تي سكوير ماينس اكس سكوير بلس واي سكوير بلس زي سكوير ذيس از انفاريانت اكشلي الانفاريانس بتاع ده هو الايكويفالنت للستمنت ان السبيد اوف لايت از ذا سيم ان اول انيرشال فريمز يعني صح كده يعني الكميه دي بتساوي كده سي سكوير برضو تي برايم سكوير ماينس اكس برايم سكوير بلس واي برايم سكوير بلس زي برايم سكوير صح معنى ان ده بيساوي ده ان لنفس السي انك انت فعلا بتقول ان The speed of light is the same. ممكن برضو قول إن الفاي سكويرد ناقص ال components بتاعته. Exactly, exactly. اللينث بتاع ده برضو. مظبوط كده؟ وكذلك ال pi mu. لو أنا أخدت برضو ال e سكوير على c سكوير minus p x سكوير minus p y سكوير that's برضو invariant يعني. فأنت أي invariant في special relativity دلوقتي بقى لازم ياخد الشكل ده. The temporal component تخش ب plus one وال special component minus minus minus. فthat's the inner product دلوقتي يعني. صح؟ فدلوقتي بقى ايه الفكره بقى دلوقتي هل في اي باترن مثلا يخلينا نقدر نكتب البي اي والاي اي كاوبجكت لي سبيسيفيك تنسوريال ترانسفورميشن اندر لورنس الاي البي اي والاي اي ما ينفعش يبقوا سكيلرز ولا فور فيكتورز دي كود بي اس كيو سيمتريك سكند رانك تنسور لان اس كيو سيمتريك سكند رانك تنسور في 6 كومبوننتس يعني الفكره احنا لسه لحد دلوقتي ما نعرفش ايه هو الاس كيو سيمتريك سكند رانك تنسور ده صح بس طبعا لو انت بصيت على ده وبصيت على ده هتلاقي انك انت يعني بشويه تفكير بسيط جدا واب تو ماينس ساينز وفاكتورز اوف سي يعني تشوفها في المستقبل هتلاقي انك انت السكيو سيمتريك سكند رانك تنسور هو ده بارشل اي نيو ماي بارشل اكس ميو ماينس بارشل اي ميو بارشل اكس ميو صح اللي انا هكتبها كده برضو يعني بارشل ميو اي نيو minus partial mu a mu خلي بالك ال a mu ده اللي هو الفور فيكتور ده اللي هو بيترانسفورم كفور فيكتور اندر لورنس والبارشال باي بارشال اكس ميو ديت على فكره بتترانسفورم كفور فيكتور اندر لورنس لانك انت لو انت خدت البارشال باي بارشال اكس ميو ديت برايم ميو ديت وعايز تربطها بالبارشال باي بارشال اكس مثلا ان برايم اللي احنا نسميها مثلا الفا صح هتيجي هنا برضو تعمل نفس القصة تروح جايب هنا partial by partial x prime mu وهنا partial x alpha صح وتصام على الالفا مظبوط كده الكمية دي هي الماتريكس ديت مظبوط كده مش exactly يعني up to covariant و contravariant يعني بس لو احنا بنستخدم زي ما قلت لك Euclidean version يعني اللي فيها ال x1 هي ال ICT ال two matrices are the same فساعتها برضو ال partial by partial x prime mu بقى خلي بالك الميو دلوقتي بترام من 1 ل 4 partial partial x t prime partial partial x prime etc الأربعة partialات دول بيترانسفورموا under Lorentz كفيكتور زي ما الكمبوننتس بتاعت الجراد اللي هي partial partial x partial partial y partial partial z بيترانسفورموا under rotation كفيكتور مظبوط هي كلها الفكره الحته دي يعني فديزن ذس ويل ميك بيرفكت سنس لانك انت خدت اوبجكت بيترانسفورم كفيكتور عملت له دايركت برودكت مع اوبجكت بيترانسفورم كفيكتور وعملت سكيو سيمترايزيشن يعني اذا ذس از سكيو سيمتريك اوبجكت ومش بس كده ده سكند رانك تنسور كمان لان ده فيكتور وده فيكتور يعني صح فيري جود بقى تعالى نشوف الاف ميو ده هيدينا ايه هل بقى لما انا اجيب الكومبوننتس بتاع الاف ميو هيديني الالكتريك فيلد والماجنتيك فيلد صح كده طبعا دلوقتي لو انت شايف لو انت بصيت على الاف ميو بينج اس كيو سيمتريك سكند رانك تنسور هتلاقي انك انت اللي هيسرفايف من الاف ميو ده هي ايه اول حاجه طبعا الميو بتاخد 1 و2 و3 و4 صح فتعالى مثلا طبعا ما ينفعش الميو تساوي نيو لان هو اسكيو سيمتريك صح فتعالى مثلا ناخد نثبت الميو ب1 وناخد النيو بقى لو انت الميو ب1 اف اي فيكس الميو ب1 على فكره ال1 اللي هو التايم صح فلو انت الميو ب1 يبقى انت هنا بتديفرنشيت بارشال باي بارشال اكس 1 بارشال بارشال تي يعني طبعا الماينس ساين اللي هي سكيري دي هتظهر دلوقتي يعني فدلوقتي انت اخدت الميو ب1 النيو هتبقى بكام بقى 2 3 4 صح ال 2 3 4 اللي هي السبيشال اندسيز اللي احنا نسميها اي صح
هتلاقي كده ان ده ما هو الا partial اي اي باي partial ايه بقى او باي partial تي ماينس ايه بقى. لو انا بصيت هنا partial طبعا الميو ب1 بس الاي 1 اللي هي كام اللي هي الفاي فهتلاقي هنا ماينس partial فاي اه باي partial اكس اي صح تمام. ولو انت عملت الكلام كيرفول يطلع لك ماينس ساين هنا يعني في كيرفول اناليسيس يعني صح. فانت لو قارنت ده ذاتس اكشلي ده الكتريك فيلد صح. فاكشلي اف 1 اي هي ساعات بيسموها اف 0 هو هي الكومبوننت بتاعت الكتريك فيلد مظبوط يعني اب تو ذس ماينس ساين. لو انت بصيت بقى طبعا دلوقتي بعد الاف 1 اي الاف اي 1 هي ماينس اف 1 اي لان هو انتي سيمتريك صح. خلي بالك دول ثلاثه كومبوننتس لانك انت مثبت ال1 الاي هتاخد 2 2 و3 و4 صح. فهيديك ثلاثة كومبوننتس اللي هم كومبوننتس بتاعت الكتريك فيلد فده تشيك. بعد كده اللي فاضل لك من الاف ايه بقى لما يكون الاندكس ميو ده بيساوي كام؟ 2 و3 و4 اللي هو الاي يعني احنا هنسميه اي صح. فانت هنا مثلا يبقى ده الاي وير الاي بتساوي 2 و3 و4 بس لو الميو بتساوي 2 و3 و4 يبقى النيو الفاضل منها 2 و3 و4 برضه اللي احنا هنسميها الجي يعني صح. ما هو مش هينفع دي تاخد واحد لان احنا كونسيدر ده خلاص يعني باي انتي سيمتري صح. لو انت عوضت في الديفينيشن ده يديك كام بقى؟ ده يديك اللي هي partial a j by partial x i minus partial e i by partial x j صح. بس انت لو بصيت هنا ده هيديك الكومبوننتس بتاعت الكتريك فيل. انت بس محتاج تضرب الكميه دي طب اسكيو سيمتريك سكند رانك تنسور على 3 اندسيز صح كده. بس then you can actually اللي انت بتعمله دايما بقى في ال so far على فكره في السبيشال ريليتيفيتي ذاتس ات الكومبوننت بتاعت الكتريك فيلد والماجنتيك فيلد they live in this q symmetric second rank tensor اللي هو الاف ميو لان ده هو الاوبجكت الوحيد اللي ليه ديفينيت ترانسفورميشن رول اندر لورنز. هاويفر احنا دايما في الفيزيكس بتكونسيدر نون ريليتيفستك سيتويشنز فانت اي دونت كير اباوت الانفاريانس اندر لورنز صح. فانت ممكن تيجي بقى عند النقطه ديت وكونسيدر ده بقى كانه هو سكيو سيمتريك سكند رانك تنسور اندر روتيشن. على فكره اندر روتيشنز بس ده بيترانسفورم كايه يعني لو انا بقى مش هكونسيدر لورنس ترانسفورميشن هكونسيدر بس سبيشال روتيشنز ده بيترانسفورم كايه كسكيو سيمتريك سكند رانك تنسور لان ده فيكتور اندر روتيشن يعني الكميه دي على فكره اللي هي كده بارش نابلا اي وبعد كده اي جي ماينس نابلا جي اي اي صح. فلو انت غمضت عينيك عن لورنس دلوقتي لان انا مش اي دونت كير اباوت الريليتيفستك انفيرينس انا في نون ريليتيفستك سيتويشن ده بيترانسفورم كسكيو سيمتريك سكند رانك تنسور لان ده فيكتور اندر روتيشن ده فيكتور اندر روتيشن وانا عملت سكيو سيمترايزيشن خلاص بقى. يبقى بدل ما استخدم سكيو سيمتريك سكند رانك تنسور دوالايز ات يعني فكونسيدر الكميه ديت بي اي اللي هي بتساوي هاف ابسلون اي جي كي وبعد كده اف جي كي فيديك الماجنتيك فيلد صح. However under Minkowski transformations أو in Minkowski space time ال correct tensor اللي بيعيش فيه الالكتريك فيلد والماجنتيك فيلد مع بعض هو ال skew symmetric second rank tensor اللي بيسموه الفيلد ستريس تنسور اللي هو الاف ميو ده يعني okay. اللي هو بتجيبه ازاي بانك انت بتسكيو سيمترايز على الاي ميو ده يعني مظبوط كده. بس طبعا بقى الريماركبل ثينج يعني ان ماكسويل ايكويشنز باي كونستراكشن من غير ما تكونسيدر لورنز يعني اكشلي يو كان رايت ديم ان ترمز اوف اف ميو فهم الايكويشنز نفسها باي كونستراكشن ار ريلاتيفستيكلي انفاريانت تنسوريال اندر لورنز يعني اوكي. فهي المعادلات نفسها كانت عارفه اللورنز ترانسفورميشن وعارفه السيمتري دي من قبل اينشتاين اوكي. هي الفكره بس ازاي تكتب المعادلات بطريقه مانيفست ده. الطريقه اللي كتبها ماكسويل وهيرتز والناس دول كانت بدلاله الاي والبي اللي هي بتهايد اللورنز كوفارينس بس بتمانيفست الروتيشن روتيشن انفاريانس لان كتبت المعادله بدلاله الاي والبي والرو والجي. الرو سكيلر اندر روتيشن على فكره الرو اللي هي التشارج دنسيتي والجي اللي هو الكرنت دنسيتي ده فيكتور اندر روتيشن. فتلاقي معادله ماكسويل كيرل اي بتساوي ماينس بارشال بي بارشال تي اللي هي المعادله ديت مثلا كيرل اي بيساوي ماينس بارشال بي باي بارشال تي اندر روتيشن ده فيكتور ده فيكتور بارشال باي بارشال تي سكيلر وده فيكتور فالمعادله مانيفستلي انفاريانت اندر روتيشن وكذلك بقيه المعادلات صح. لان طبعا ماكسويل والناس ديت ما كانوش عارفين الهيدن بيجر انفاريانس على المعادلات اللي هو اللورنز يعني صح. It took like maybe more than اعتقد 100 years عشان يجي بقى لورنز واينشتاين والناس دي كلها ويديسكفر اللي هي البيجر سيمتري ديت ويبص على المعادله لكن المعادلات نفسها دي كان بي ريكاست ان مانيفستلي كوفاريانت واي
انت بس محتاج تحط الفاي والاي كفور فيكتور، وطبعا والرو جي برضو بفور فيكتور، والاي والبي بيبقوا كومبوننتس او الاليمنتس بتاع سكيو سيمتريك سكندري تنسور يعني. اوكي فدي هشوفها برضو بالتفصيل في الالكترو 2. بس الحاجه المهمه بالنسبه لنا الحته دي، انك انت بينج سكيو سيمتريك سكندري تنسور يو كان دوالايز ات لفيكتور، وممكن تدي الفيكتور بقى جيومتريك انتربريتيشن اللي هو الكروس ووك ما بين النابله والاي يعني. وكان الاس ماتريكس اللي هي كانت اورثوجونال يو كان كاري اوفر نفس الاناليسز لو انت عندك جنرال كورد ترانسفورميشنز. انت بس لما يو هاف تو بي كيرفول بس بالابر انديسيز واللور انديسيز يعني، بس كل الكلام ده سيم يعني. ماكسويلز ايكويشنز الاي جي دي في 3 دايمنشنز، ماكسويل ايكويشنز لا الاف اي جي ديت اندر لورنس ترانسفورميشن، الاف اي جي ديت مش بتترانسفورم كاي حاجه صح، هي بتترانسفورم كفيكتور كسكيو سيمتريك سكند رانك تنسور اندر روتيشنز، انما اندر لورنس ترانسفورميشنز الاف اي جي ديت هي جزء من الاف ميو نيو مظبوط كده. بس يو كان رايت داون ماكس ايكويشن بدلاله الاف اي جي يعني، مش اي مشكله يعني، هشيل كل كيرلي بي، ما هي معادلات ماكسويل هي كده صح، مثلا المعادله ديت كيرلي بي بتساوي كام بقى؟ ها هي ماينس بارشل اي بارشل تي بارشل اي باي بارشل تي في نيجاتيف ساين تمام. دلوقتي بقى يو كان رايت داون ذس ايكويشن بدل ما تكتبها بدلاله الكيرل بي لو انت عايزها مثلا انت سوري تمام تمام يعني، يعني كيرل بي بتساوي كام؟ تمام اوكي يعني في هنا فاكتور كونستانت فاكتور يعني اوكي 1 ماينس 1 1 اوفر ميو زيرو تمام ماشي. ليتس تيك 3 ماكسويل ايكويشنز، 3 ماكسويل ايكويشنز انت اشرار على فكره يعني. فدلوقتي ممكن تاخد المعادله ديت ولو انت عايزه بقى تعقدي الدنيا وتكتبيها بدلاله الاف اي جي صح، لانك انت ما انت ممكن تكتب المعادله دي كومبوننت باي كومبوننت كده صح كده، وتشيلي بقى الفيكتورز سوري وده كده صح. بس الكيرلي بي اي ده الايث كومبوننت سوري يس طبعا الكيرلي بي ده بينج كروس برودكت هو برضو ديواليزيشن لسام سكيو سيمتريك سكند رانك تنسور يعني صح. اللي هو ايه يعني الكيرلي بي ده الفيكتور اللي هو الكيرلي بي الايث كومبوننت ده يعني صح، بينج كروس برودكت انا ممكن برضو اكتبه ك dualization لسام سكيو سيمتريك سكند رانك تنسور اللي هو ايه اللي هو ده هاف وبعد كده ابسلون اي جي كي وبعد كده نابلة جي بي كي ماينس نابلة كي بي جي صح. ده هو ايكويفالنت لده يعني، بس يا طبعا انا كده بعقد الدنيا يعني صح كده. ف let's keep it this way. انما بقى لو انا عايز اكتب المعادلات بطريقه تخليهم مانيفستلي انفاريانت اندر لورنز يبقى انا لازم بقى يبقى الاي والبي مع بعض هما كومبوننتس بتاعت الاف ميو نيو اتسترا يعني اوكي. هي بس هي مجرد بس مانيبيوليشن بسيط جدا عشان تحول الاربعه ماكسويل ايكويشنز دول اللي هما بيشول انفاريانس اندر روتيشن لانه مريت ان تيرمز والاي ان بي لمعادلتين بس انفاريانت اندر لورنز يعني بدلة الاف ميو نيو اوكي. بس دي هتشوفها في ذا فيوتشر يعني. فهو الليسون بتاع الكلام ده انك انت لو عايز تدرس اي سيمتري جروب لاي سيستم صح، لو انت عايز تدرس اي لينير سيمتري يعني لينير رياليزيشن يعني صح، لان احنا كل كلامنا على لينير ترانسفورميشنز يعني، ولذلك كتبت الحاجات ككولوم ماتريكس كولوم ده لينير ترانسفورميشن. لو انت عندك لينير ترانسفورميشن مثلا زي مثلا x1 بتساوي 4 x1 برايم بتساوي 4 x2 to the power 5 plus 5 x 3 سكوير ده نون لينير، مش هينفع تكتبه كماتريكس والكلام ده، ده اناليسيس تاني. انما فور لينير ترانسفورميشنز اور فور سيمتريز ويتش ار لينيرلي رياليزد يعني زي ما بيقولوا زي روتيشن زي مينكاوسكي وكده او اي اذر سيمتري الريسيبي فيري فيري ستريت فورورد. انت بتشوف الاكشن بتاع السيمتري ديت على الفاندمنتال اوبزرفابل اللي عندك اللي هو التي والاكس والواي والزد زي لورنز مثلا او الاكس والواي والزد زي روتيشنز. وانس انك انت عرفت التي والاكس والواي زد بيترانسفورموا ازاي اللي هي الباك جراوند سبيس تايم بتاعك اللي في كل الفيزيكال فينومينا بتيك بليس فيه يعني، ذن عشان ترياليز السيمتري دي على الايكويشنز بتاعتك او عشان تكتب الايكويشنز بتاعتك دي بطريقه تخليها كوفاريانت او انفاريانت اند سيمتري
ميك شور انك انت هتكتب الايكويشن دي بدلاله اوبجكتس بالترانسفورم اندر ذس ترانسفورميشن، يا اما سكيلرز يا اما فيكتورز يا اما سكند رانك تنسور وات ايفر. هي هتبقى فيكتورز اللي بالترانسفورم زي التي والاكس والواي والزد يعني، صح كده؟ بس هي الفكره كلها انك انت تشوف التي والاكس والواي والزد بيترانسفورموا ازاي. اللي هيقول لك كده هي النيتشر نفسها. انفيرينس اندر روتيشن از اوتوماتيك، يعني ما كانش هيبقى في فيزيكال لوز لو مش لو لو الطبيعه مش انفيرينس اندر روتيشنز، لكن كانت ساعتها اي واحد هيكتب اللوز ديت في فريم ليه اورينتيشن معين هيحصل على قانون، واحد تاني يستخدم ديفرنت اورينتيشن هيحصل على قانون تاني، مش في عندك يونيفرسال لوز اوف فيزيكس يعني، صح؟ فالفيزيكس ايزوتروبيك وهوموجينس يعني اندر روتيشن، وطبعا ترانسليشن يعني اندر لورنس طبعا ما هياش اوبفيوس قوي، صح؟ مع انك انت لو انت طبعا يعني كان عندك ديب انسايت زي يعني سوري من 150 سنه ايام ماكسول وهيرتز والكلام ده، والناس دول كلهم ما كانوش شايفين ان الانفيرينس بتاعت الايكويشنز اللي هو لورنس انفيرينس يعني، صح؟ انما طبعا في بيجر سيمتري جروبز ذان اكشلي ذان لورنس، يعني ماكسول ايكويشنز اكشلي في ليهم انفيرينس اكتر من لورنس كمان، اسمه كونفورمال انفيرينس يعني. برضه نفس القصه انك انت برضه بتكونسيدر سام ترانسفورميشن وتكلاسيفاي الاوبجكتس اند سو اون يعني. ده بيترانسفورم بيكورسبوند الحاجة الحاجة زي سكيلينج كده يعني. اه الانجل تفضل زي ما هي يعني. دي ممكن اتكلم على السكيلينج كمان شوية يعني، بس هي دي حاجة اوف توبيك يعني. تمام احنا هنرجع بقى يعني. فيري جود. هو دلوقتي لو انت اخدت حاجة زي كده الـ EI BJ، صح كده؟ سوري EIEJ، ما هو ده هيديك انت عملت دايركت برودكت ما بين تو فيكتورز بيترانسفورموا كفيكتورز اندر روتيشنز، صح كده؟ ده هيدينا ايه بقى؟ سيمتريك سكند رانك تنسور يعني. ده بقى مالوش اي يعني، طبعا ده عشان تكونسيدر ده كاوبجكت في السبيشال ريلاتيفيتي ذس از نوت يعني، ده مش بيترانسفورم كاي حاجه اندر لورنس. ما ينفعش نطرح ماشي، ما انت لو عملت لا هو ده ما ينفعش يبقى سكيو سيمتريك يعني، صح؟ يعني لانك انت السكيو سيمتريك بارت بتاع ده بيساوي صفر، صح؟ هو اوريدي سيمتريك، انما لو انت عايز تجيب السكيو سيمتريك بارت هتجيب الاي اي في الاي جي ماينس الاي جي في الاي اي على 2، بس ده بصفر يعني، صح؟ فانت بس انت مجرد عملت دايركت برودكت ما بين تو فيكتورز الكتريك فيلد والكتريك فيلد، ما هيديك كميه غالبا انا ما شفتهاش في الاسفاره زي اي نو يعني، ما اعتقدش لها بتظهر في الالكترودينامكس، ممكن الستريس تنسور فيه بحاجه زي كده يعني، بس دي السبيشال كومبوننتس يعني. اوكي يس، بس الستريس تنسور نفسه هو اكشلي بيترانسفورم كتنسور اندر لورنس، هو مش انت مش بتكتب اي حاجه، انت بتكتب يعني هو الستريس تنسور نفسه كاوبجكت ليه كده فانكشنال فورم ان تيرمز اوف ذا الكتريك ان تيرمز اوف ذا اف ميو نيو يعني وحاجات تانية، صح كده؟ فهو very natural يعني. تمام، هي الفكره كلها انت ممكن تفكر في برودكتس كتيره جدا وكرييت اوبجكتس لها ترانسميشن لوز كتيره جدا، بس الفكره هل الحاجات ديت لها يوز ان فيزيكس ولا لا؟ اوكي هنرجع بقى لحاجات يعني اسهل شويه، هنرجع بقى اللي هو الجنرال كوردينت ترانسفورميشنز، اوكي اللي انا اتكلمت عليها المره اللي فاتت بتفاصيل اكتر. تمام، فاحنا المره اللي فاتت كنا بنكونسيدر الترانسفورميشن من اكس اكس 1 او الاكس اي يعني لانذر كوردينت سيستم اللي هو كده هنسميه كيو اي. تمام كده، وير كيو اي ديت هي سام جيفن فانكشنز في الاكسات، زي مثلا ما اروح من الاكس والواي للار والثيتا، او من الاكس والواي والواي والزي للار والثيتا والفاي في السفيريكال، صح؟ ف وليتس كونسيدر بقى كوردينت ترانسفورميشن ويتش از نوت نيسيسيرلي اورثوجونال، فيعني يعني مور جنرال كمان على الـ عن الـ بتاع ده السفيريكال، صح كده؟ المره اللي فاتت انا قعدت اتكلم كتير جدا على الحاجات اللي بتترانسفورم كده، احنا قلنا اندر اورثوجونال اندر جنرال كوردينت ترانسفورميشنز الكمية ديت اللي هي دي اكس برايم، خلي بالك المعادلة دي برضه تقول لك ان الاكس اي هو سام فانكشن في الكيو هات، صح؟ لانك انت ممكن تجيب الانفرس فانكشنز، يعني احنا بنفترض ان كل الترانسفورميشن بتاعتنا انفرتبل، ممكن تروح من الاكس والواي للار والثيتا، وممكن تجيب الار والثيتا بدلة الاكس والواي، صح؟ فانت لما تروح لكوردينيت سيستم جديد كيو
الاوريجينال كوردينيتس اللي هي الاكسات هي فانكشن في الكيو هات صح. فاحنا اول حاجه عملناها قبل كده جبنا الديفرنشلز ديت اللي هي دلتا اكس اي فلقيناها بتترانسفورم كده بارشال اكس اي باي بارشال كيو جي وبعد كده دي كيو جي صح. على فكره الكيو جي ديت اللي انا المره اللي فاتت كنت مسميها اكس برايم جي يعني صح. المره اللي فاتت استخدمت برايمد وان برايمد وكده بس ليتس كول البرايم دلوقتي فور ناو اللي هي الكيو مظبوط. وساعتها وي ديكليرد ان اي ثلاثه كوانتيتي احنا دلوقتي في 3 دايمنشنز بقى اي 3 كوانتيتيز بتترانسفورم وطبعا في سام على الجي باي اينشتاين سميشن كونفنشن اي 3 كوانتيتيز بتترانسفورم بالطريقه ديت دي ار ذا كومبوننتس اوف ا كونترا فاريانت فيكتور صح. فالكونترا فاريانت فيكتورز بتترانسفورم كده اي برايم اي بتساوي بارشل طبعا يعني انا هي انا الافضل استخدم البرايم والان برايم فور ناو لان دي هتؤدي للخبطه شويه يعني. يعني بص يعني ماشي انا بس عشان ما نلخبطش الناس انا رحت من الاكس اي للاكس برايم اي اوكي اللي هي بتساوي سام فانكشن اكس برايم اي برضو في الاكسات صح كده. يعني مثلا كونسيدر ان الاكس برايم اي ديت اللي هي الار والثيتا والاكس والان برايم اللي هي الاكس والواي والزي صح. فانت لو جبت الديفرنشلز دول اللي هي دلتا اكس برايم اي دي بتساوي كده بارشال اكس برايم اي باي بارشال اكس جي وبعد كده دي اكس جي صح. انما لو انت جبت الكميه ديت اللي هي النابله اللي هي بارشال باي بارشال اكس برايم اي دي بتساوي كده علاقتها باي بارشال باي بارشال اكس جي هي كده بارشال اكس جي بارشال اكس برايم اي كده صح. وريتس اندرستود ان ده بيأكت على سم على على سكيلر مثلا اللي هي الكومبوننتس بتاعت الجراد صح. فانت دلوقتي اندر جنرال كوردينيتس ترانسفورميشنز انت عندك في حاجات بتترانسفورم كده زي الديفرنشلز وفي حاجات بتترانسفورم كده زي الجريدينت او الكومبوننتس بتاعت الجراد. اف ذا ترانسفورميشن از اورثوغونال ذن ده هو ده صح. هاويفر اف ذا ترانسفورميشن از نوت اورثوغونال الاثنين مش بيساووا بعض فوي هاف تو ديستينجويش ما بين الحاجات اللي بتترانسفورم كده اللي هي الفيكتورز اللي بتترانسفورم كده اي برايم اي بتساوي بارشال اكس برايم اي باي بارشال اكس جي اي جي والحاجات اللي بترانسفورم كده اللي هي اي برايم اي بتساوي بارشال اكس برايم اي وهنا جي وهنا جي صح. فاحنا قلنا الحاجات اللي ترانسفورم زي الديفرنشلز هنسميها كومبوننتس بتاع كونترا فاريانت فيكتور والحاجات اللي بترانسفورم زي الجراد قلنا هنسميها كومبوننتس بتاع كو فاريانت فيكتور صح. ايه بقى قصه الحاجات ديت يعني ليه انا مثلا I choose ان انا represent الفيكتور مره بكونترا فاريانت كومبوننتس ومره بكو فاريانت كومبوننتس صح. احنا اللي احنا هنعمله دلوقتي ان احنا هنكونستراكت بيزز تو كلاسز اوف بيزز مظبوط كده في نفس السبيس والاثنين ار ايكوالي جود بس دي ار ديفرنت دي ار نوت ايكويفالنت تمام. فده هيخلي مساله كو فاريانت كونترا فاريانت دي كلير اكتر يعني اوكي فيري جود. فدلوقتي بقى تعالى نرجع اللي هي الاكس والكيو روتيشن دي اوكي. دلوقتي بقى انا رحت من الاكسات للكيو هات فالاكسات هي الاكسات والاكس برايم زي الكيو هات صح. فانت لو اخدت المعادله دي ممكن تكتبها كده دلتا كيو اي بتساوي بارشال كيو اي باي بارشال اكس جي دي كيو جي صح اللي هي المعادله دي مظبوط كده. بس انا اسمي البرايم دي كيوز بقى البرايم اكس اسمها كيوز يعني ده الجنرال نوتيشن للجنرالايز كوردينيتس بتاعتي اللي هي ممكن تبقى اي حاجه. دلوقتي بقى سوري سوري انا اسف ديت دي اكس جي تمام. دلوقتي بقى تعالى نفكر في الراديوس فيكتور ده. انا دلوقتي رحت للكيو كوردينيت سيستم ده من الكارتيجيان كوردينيت سيستم فانا عندي الراديوس فيكتور ار ده هيبقى فانكشن في الكيو 1 والكيو 2 والكيو 3. الفانكشنال ديبندنس بتاعت الار على الكيو هات جاي من هنا ان الاكس فانكشن في الكيو هات اتجاه الاي هات بلس الواي فانكشن في الكيو هات اتجاه الجي هات بلس الزي فانكشن في الكيو هات اتجاه الكي هات. فانت لما تشيل الاكس وتعوض الفانكشن بتاعتها ار كوساين ثيتا مثلا وتشيل الواي وهكذا يديك الريديس فيكتور يبقى ريتن ان ترمز ده كيو كوردينيتس صح. دلوقتي بقى تعالى مثلا نحسب الكميه ديت. انا اتكلمت على الموضوع ده قبل كده يعني بس انا هكتبه دلوقتي هتكلم عليه بطريقه يمكن مختلفه سنه. الدي ار ممكن نكتبها كده صم على الاي من 1 ل 3 وبعد كده بارشال ار باي بارشال كيو اي دي كيو اي
صح؟ دلوقتي بقى لو انت مثلا بصيت على الرايت هاند سايد ده وزي ما انا قلت قبل كده if you fix any coordinate يعني let's assume ان انا اتحركت along the queues along the Q1 بس صح؟ يعني انا وديت ال Q1 plus delta او DQ1 وفي نفس الوقت سبت Q2 بكونستنت والQ3 بكونستنت برضه يعني another constant يعني فلما انت هتعمل كده الرايت هاند سايد في الحاله ديت هيبقى وهسمي ده بقى الدلتا او الدي ار لما اعمل ديسبيسمنت الونج 1 ده هيساوي بارشال ار باي بارشال كيو 1 دي كيو 1 صح وان جنرال بقى لو انت عملت ديسبيسمنت اراوند 2 اور 3 هيديك حاجه مشابهه فيبقى ده بارشال اي ومفيش صم على الاي هنا للاسف دي برده مفيش هنا سميشن على الاي فالاي ده بياخد 1 2 3 صح فديس ايكويشن وركس فور ايفري اي دلوقتي بقى الكميه ديت اللي هي بارشل ار باي بارشل كيو اي فور ا جيفن اي انا هسميها كده هسميها ابسلون واكتبها كده ابسلون اي مظبوط اللي احنا عارفين الجيومتريك مينينج بتاعها صح الجيومتريك مينينج بتاع الكميه ديت هي انك انت اف يو لوك مثلا فور ابسلون 1 اللي هي بارشل ار باي بارشل كيو 1 فانت لما بتجيب البارشال ار باي بارشال كيو 1 انت مثبت الكيو 2 والكيو 3 صح فانت لو مثبت الكيو 2 والكيو 3 وبتفاري الار سوري وبتفاري كيو 1 يبقى الار ده اكسبليسيت فانكشن في الكيو 1 والكيو 2 والكيو 3 ثابتين فانا مش هحط الفانكشنال ديبندنس بتاعهم فانت عندك ريديوس فيكتور فانكشن في سنجل بارامتر فكر في ده كان زي ما يكون الار فانكشن في التايم فتلاقي انك انت ريديوس فيكتور ده لما الكيو 1 تتغير هتلاقي انك انت الار ده بيتريس ا كيرف صح هنسميه الكيو 1 كيرف الكميه ديت اللي هي دي ار باي دي كيو 1 صح فانا بتكلم دلوقتي على الكميه ديت مثلا صح لما تجيب الدي ار باي دي كيو 1 وير الار از ا فانكشن في البارامتر كيو 1 يديك التانجنت للكيرف ده عند اي نقطه صح فانت الابسلون 1 ده هو التانجنت 2 كيو 1 كيرف صح بينج ا تانجنت للكيو 1 كيرف الابسلون 1 ده وان جنرال بقى لو انا قلت الابسلون اي ده كيو اي ده التانجنت للكيو اي كيرف صح خلي بالك فانت عندك مثلا ده الكيرف اللي كيو 1 بتفاري عليه ادي كيو 1 اهي صح لو انت في السفيريكال لو انت في البولر كووردينتس مثلا ليتس تيك الكيو 1 هي الار والكيو 2 هي الثيتا فانا مثبت الثيتا وبفاري الار هيديني راديال لاين طبعا التانجنت بتاعت اللاين هو اللاين نفسه فساعتها انت بتتحرك الونج اللاين ده يعني لو انت مثبت الار وبتغير الثيتا هيديك سيركل فالتانجنت هو التانجنت للسيركل يعني اللي هو في اتجاه الانكريز بتاع الثيتا فديس لوكس لايك ا بيرفكت كانديديت فور ا بيز فيكتور انا دلوقتي عايز اكونستراكت بيزز ان ذا سنس انا عايز اكونستراكت يونت فيكتورز او سوري بقى عايز اكونستراكت ا سيت اوف لينيرلي اندبندنت فيكتورز لما اتحرك في اتجاه اي واحد منهم ازود ذا كورسبوندينج كووردينيت صح لو عايز تتحرك وتزود الكيو 1 امشي في اتجاه التانجنت بتاع الكيرف كيو 1 يعني صح فإذن this looks like a nice candidate لست of basis vectors يعني صح البيزيس فيكتورز دي بقى ايه قصتها دلوقتي بقى انا محتاج اعرف هل الابسلونات دول هما بيترانسفورموا بقى under general coordinate transformations كوفاريانت ولا كونترافاريانت انا طبعا كنت very anticipated البيهيفير بتاعهم وحطيت الاندكس داون مظبوط كده دلوقتي بقى we need to show or we need to prove ان الكمية دي بتترانسفورم from one coordinate system to another like a covariant vector يعني صح ده هنثبته ازاي بقى well عشان هشوف بقى هي بتترانسفورم ازاي هغير coordinate system هروح من الكيو هات لكيو برايمز صح لان انا عايز اعرف البيهيفير بتاع الكميه ديت فانا دلوقتي عايز احسب الابسلون ديت هسميها الابسلون برايم اي اللي هي بتساوي كده partial r by partial q prime i صح فانا عملت coordinate transformation من الكيو اي لكيو برايم اي مظبوط كده انا دلوقتي جوه الكيو كوردينيت سيستم ده صح على فكره ديس كوردينيت ترانسفورميشن ممكن يكون هو اللي ما بين من ممكن الكيوهات تبقى هي الاكس والواي والزد وانت رحت الار وثيتا وفاي مظبوط كده فانا عملت كوردينيت ترانسفورميشن عايز اشوف بقى ده هيترانسفورم ازاي هيترانسفورم ككوفاريانت فيكتور اللي هي سوري ككونترا فاريانت فيكتور اللي هي الديريفيتيف بتاعت البرايم وذ ريسبكت تو ان برايم ولا ككوفاريانت اللي هي العكس That's very simple. انا كل اللي انا محتاج اعمله ان انا عايز اريليت الكميه ديت للكميه ديت partial r by partial a بقى
كيو جي اللي هي الان برايمد كوردينيتس. يعني انا رحت بدل على فكره بدل الاكس اي والاكس برايم اي بستخدم كيو وكيو برايم صح. بس دلوقتي بقى عشان تريت الكميه دي الكميه دي انت كل محتاج تعمل ان تكتب كده بارشل كيو جي باي بارشل كيو برايم اي وتصم على الجي يعني ساعتها ده هيكنسل. بس then you recognize this ان هو الترانسفورميشن لو بتاع كوفاريانت فيكتور لان هو بارشل النيو الكيو اي وذ ريسبكت سوري الان برايم وذ ريسبكت ذا برايم يعني صح. اذا اتس ليجيتيميت ان احنا نقول الابسلون دول كوفاريانت فيكتورز صح. فالابسلون دول برايم اي دول هنسميهم كوفاريانت بيزز. طبعا انا قلت كلمه بيزز بس this is not correct unless I prove ان هم ايه ان هم لينيرلي اندبندنت صح. فده بقى هنسيبه سنه يعني يعني قلت ناوت ان هم يعني كان you can make sure ان هم لينيرلي اندبندنت ب some simple condition صح. فطالما انا عندي set of linearly independent vectors بيترانسفورم كوفاريانتلي وهم في اتجاه التانجنت بتاعت الكيرفات then خلاص they are very good candidate to basis vectors صح. بس هو مش اي بيزس ده هم بيترانسفورموا ككوفاريانت بيزس والجيومتريك مينينج بتاعهم فيري فيري اوبفيوس دي ار دايركشن بتاع التانجنت. اسهل ديسكريبشن ليهم ديسكريبشن ليهم يعني في الكارتيجيان كوردينتس. لو انت في الكارتيجيان كوردينتس وحسبت الكميه ديت فانت بتحسب الكميه ديت اللي هي الابسلون اي ديت اللي هي بتساوي بارشال ار باي بارشال ايه بقى اكس اي وير الار في الكارتيجيان كوردينتس اللي هو كده اكس في اتجاه الاي هات بلس واي في اتجاه الجي هات بلس زي في اتجاه الكي هات صح. فانت لو انت مثلا جبت ابسلون 1 يطلع لك كام؟ يطلع اي هات صح مظبوط كده. والابسلون 2 هو الجي هات والابسلون 3 هو الكي هات صح. ففي الكارتيجن كوردينتس ما فيش اي مشكله صح كده. انما بقى لو انت عايز تحسب الابسلون ديت في انذر كوردينيت سيستم الريسيبي از فيري فيري سمبل لازم تعرف الار بكام. فتعالى مثلا نحسبهم في البولر كوردينتس. هتحسبه في البولار كوردينتس انت عارف الاكس ايه علاقتها بالار والثيتا. فانا دلوقتي بقى عايز احسب الابسلون ار اللي هو بالناس بتسميه ابسلون 1 بس ال1 هو الار يعني ف كلير نوتيشن ودي ابسلون ار اللي هو بارشال ار اللي هو ريديوس فيكتور ار باي بارشال الكوردينيت ار ده. لو انت فضلت الرايت هاند سايد هيديك ايه بقى؟ هيديك كوساين ثيتا في اتجاه الاي هات بلس ساين ثيتا في اتجاه الجي هات صح. اللي انت غالبا بتسميه الار هات يعني صح. وهو نورمالايزد صح لانك انت النورم بتاعه كوساين سكوير بلس ساين سكوير which is equal to 1 صح. لو انت جيت حسبت الابسلون ثيتا اللي هي بارشال ار باي بارشال ثيتا هيديك ايه بقى؟ هيديك ماينس ماينس ار ساين ثيتا اتجاه الاي هات بلس ار كوساين ثيتا في اتجاه الجي هات اللي هو بيساوي كام بقى؟ ده بقى مش نورمالايزد لانك انت لو جبت النورم بتاعه يطلع لك بكام؟ يطلع بار صح. فده اللي احنا نكتبه كده ده ال يعني انت طبعا ممكن تعمله نورمالايزيشن يعني صح. ممكن لو انت خدت الابسلون ثيتا ده ممكن تقسم على النورم بتاعه فيديك يونت فيكتور اللي احنا بنسميه الاي ثيتا هات مظبوط كده. فانت جيفن سام كوردينيت سيستم جديد اول حاجه عايز تعرفها ايه علاقه الكيو هات الجديده بالاكس واي وزد. الاكس واي وزد اللي هو الباك جراوند كارتيجيان كوردينيت احنا عايشين فيه بتاع الار 3. بعد كده تروح كاتب الريديوس فيكتور بدلاله الكيو هات وتجيب الديريفاتيفز دول يديك فيري جود كانديديت سيت لبيزس فيكتور في كوردينيت سيستم جديد. الجيومتريك مينينج بتاعهم هم الدايركشن بتاع التانجنتس اللي هو لو اتحركت الونج الابسلون ار يبقى بتحرك في اتجاه الراديال. لو اتحركت الونج الابسلون ثيتا يبقى بتحرك في اتجاه السيركل. ان جنرال لو اتحركت الونج الابسلون 1 يبقى بتحرك على الكيرف اللي كيو 1 بتفاري عليه وبقيه الكيوهات ثابتين صح. ذاتس ا نايس سيت very good. تعالى بقى نكتب فيكتور بدلاله البيزز دول. خلي بالك البيزز دول كوفاريانت بيزز فهم بيترانسفورموا كوفاريانتلي صح. فدلوقتي انت عندك سام فيزيكال انفاريانت فيكتور اي وانا عايز اكتبه بدلاله الابسلون دول ابسلون اي صح. فانا هكتبه كلينير كومباينيشن من الابسلونات كده اي كومبوننتس بقى. بس فور ذس تو بي انفاريانت ان تشينجد فيكتور لو ده بيترانسفورم كوفاريانتلي لازم ده يترانسفورم كايه بقى؟ كونترافاريانتلي صح؟ طبعا انت في البدايه طبعا انت يعني هنحط الاندكس كده يعني بس ذا اونلي واي ان ده يريمين انفاريانت يعني ايه؟ يعني الكميه دي تساوي الكميه ديت. طبعا هنا في صم على الاي
اللي هي تساوي كده اي اللي هي ديت تساوي اي جي ابسلون جي. The only way ان ده يساوي ده if الابسلونات بترانسفورم بطريقة ديت ككوفاريانت بيزز يعني هو ان ده يترانسفورم كونترافاريانت يعني عشان حاجات تكنسل بعض صح. فانت with respect to covariant bases الكومبوننت بتاعت الفيكتور بترانسفورم ككونترافاريانت كومبوننتس صح كده. very good. السؤال بقى هل this is the only set of bases which I can construct في الكوردينيت سيستم الجديد؟ سوري احنا بقى هنعمل حاجه زي كده ازاي بقى. بص دلوقتي خلي بالك انت في الكارتيجيان كوردينيتس اللي هي الاي هات والجي هات. الاي هات هو فعلا التانجنت فيكتور للاكس اكسس لان الاكس اكسس هو لاين فالتانجنت فيه هو لاين. بس في نفس الوقت الاي هات هو اورثوجونال لاكس ايكوال كونستنت صح. الاي هات انذر ديفينيشن الاي هات هو انه اورثوجونال على اكس ايكوال كونستنت وات ايفر كونستنت بقى ديبندنج لان لو هو هنا ولا هنا ولا هنا صح. التو ستيتمنتس ار ذا سيم هيديك فيكتور في نفس الدايركشن. الكيس الاولانيه وي يوزد ات اوريدي ان الابسلون ده هو التانجنت للكيرف صح. تعال بقى نكسر الكيس الثانيه. هل بقى ممكن ادور على بيزس فيكتور ساتش ذات ان البيزس فيكتور تبقى اورثوجونال للكوردينيت ايكوال كونستنت صح. فدلوقتي كونسيدر الكوردينيت كيو 1 ده مثلا في جنرال كوردينيت سيستم صح. خلي بالك انت رحت من اكس واي زي لكيو 1 كيو 2 كيو 3. ليتس بيك كيو 1. اف يو بيك كيو 1 هو مجرد فانكشن في الاكس والواي والزد يعني اللي هي الاكس 1 مثلا والاكس 2 والاكس 3 صح. I managed to construct covariant bases اللي هي التانجنت للكيرف اللي كيو 1 بتغير عليه. That's good. تعال بقى نطبق ده. انا عايز اعرف بيز فيكتور جديد هسميه برضو ابسلون تمام واحط الاندكس اب فور ناو يعني وهنثبت ان ده ترو such that ان الابسلون ده الديفينيشن الجيومتريك ديفينيشن بتاعه ان هو اورثوجونال لكيو 1 ايكوال كونستنت صح. انا بكاري الانالوجي مع او ببوش الانالوجي مع الكارتيجيان كوردينيتس تو ذا اند يعني صح. فانا ابسلون 1 ده هو باي كونستراكشن هو اورثوجونال لكيو 1 ايكوال كونستنت صح. لو انا عايز الفيكتور ده يبقى اورثوجونال لكيو 1 ايكوال كونستنت يبقى هو في الدايركشن بتاع ايه؟ بتاع جريدينت صح. لانك انت لو انت خدت الكميه ديت اللي هي جراد كيو 1 خلي بالك ذس از ا جراد وذ ريسبكت تو اكس واي زي لان انت خلي بالك الكيو 1 ده هو هو سكيلر فيلد يعني هو فانكشن في الاكس 1 والاكس 2 والاكس والاكس 3 اللي هم الاكس واي والزد. فانت لو قلت الكي 1 ايكوال كونستنت يبقى انت بتكونسيدر سام سكيلر فيلد ايكوال كونستنت يعني. فانت لما تجيب الجراف بتاعه وذ ريسبكت تو ذا بارامترز دول يديك الاورثوجونال عليه صح كده. اذا الكميه ديت انا اسميها ابسلون 1 تمام. وان جنرال بقى هكتبها كده ابسلون اي وكيو اي والاي بتاخد 1 2 3 يبقى الجيومتريك مينينج بتاع الفيكتورز دول ان كل واحد فيهم هو اورثوجونال للكوردينيت ايكوال كونستنت. في الاورثوجونال كوردينيت سيستم ده مش هديك اي بيز جديده صح كده لان هم اورثوجونال. فالتانجنت للكيرف والاورثوجونال عليه زاويه بينه 90 درجه صح كده. فانا لو قلت لك يعني فيكتور في الدايركشن بتاع الكيرف ايكوال كونستنت في لو انت عندك كوردينيت سيستم اورثوجونال هيديك برضو فيكتور في نفس الدايركشن بتاع التانجنت يعني صح. يعني تعال نطبق الكلام ده مثلا على البولر. لو انت اخدت البولر كوردينيتس اللي هي كده تعال نطبق الكلام ده على البولر. فانا مثلا هاخد ايه؟ هاخد الار ايكوال كونستنت. لو اخدت الار ايكوال كونستنت اديني ايه؟ سيركل. الاورثوجونال عليها هو ايه؟ في اتجاه الريديوس اللي هو الكوفاريانت بيز يعني صح كده. فمش هيديك حاجه في نفس الدايركشن مش هيديك نيو بيزز يعني مظبوط كده. انما وده على فكره بيحصل لانك انت الريديوس بينترسكت السيركل ات رايت انجل. انما لو انت اخدت مثلا كوردينيت سيستم الكيرفز فيه مش بتنترسكت ات رايت انجلز مثلا زي مثلا ابسط كيس لو انت عندك مثلا اللي هو الاوبيك كوردينيت سيستم ده صح. فده الكيرف اللي كيو 1 بتفاري عليه مظبوط كده وده الكيرف الكيو 2 بتفاري عليه. يعني انا بكونسيدر 2 دايمنشنال كيس صح. فدلوقتي طبعا الابسلون 1 مثلا كوفاريانت في انهي دايركشن؟ في اتجاه الكيو 1 لانه في اتجاه التانجنت للكيو 1 بس هو ستريت لاين. في اتجاه التانجنت انا بقى كونسيدر الابسلون عند النقطه ديت. خلي بالك الابسلونات دي فانكشن في الكيو هات زي الار هات في البولر وكده. فانت عند النقطه ديت تلاقي انك انت الابسلون 1 اللي هو الكوفاريانت بيز هو في الدايركشن ده. ده طبعا اللي هو بارشال ار باي بارشال كيو 1 صح. وكذلك عند النقطه دي لو جبت الابسلون 2 كوفاريانت بيز يطلع لك في الدايركشن ده
مظبوط كده. They are linearly independent. They are not orthogonal, which is bad. يعني ده هيسبب لك مشكلة in the future لما تجيب E1.E2 مثلا Epsilon1.Epsilon2 يعني صح. دلوقتي بقى تعالى نconsider الأذر in equivalent choice في الحالة ديت للبيزز اللي هي الـ Epsilon 1 up احنا معرفينه على ان هو orthogonal على Q1 equal constant صح. Q1 equal constant هو ايه بقى؟ هو Q2. فالـ Epsilon 1 up by construction هو orthogonal على Q2 عند النقطة ديت. ده يديك كده حاجة كده صح كده. ف سوري ما هو احنا قلنا الابسلون 1 هو اورثوجونال على كيو 1 ايكوال كونستانت صح. ما هو الكيو 1 ايكوال كونستانت هو الكيرف اللي هو الكيو 2 يعني صح كده. ليه لا 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 يعني ما هو دلوقتي انا لما بروح للكوردينيت سيستم يعني تعال نروح تاني للبولر كوردينيتس. لو انا قلت لك انت عندك في البولر كوردينيتس عندك الار والثيتا صح. لو انت عايز تسكان الثيتا صح الثيتا يبقى بتحط الار ايكوال كونستانت وتفاري الثيتا صح. اف يو بوت ار ايكوال كونستانت فيبقى انت عندك سيركل وغير الثيتا من 0 ل 2 باي فتسكان يبقى circles depending على الار يعني صح. فانت q1 equal constant يبقى انت by construction انت موجود على q2 curve يعني صح. لا لا في اي coordinate system. ما انا دلوقتي اول حاجه انا عايز اعملها لما اروح لcoordinate system جديد عايز construct coordinate curves صح. coordinate curves انا بconstructها ازاي؟ ان انا بثبت coordinates كل مره مظبوط كده. يعني لو قلت لك مثلا الـ احنا رحنا للr اللي هي بتساوي او سوري احنا من x y لكده r cosine theta و y بتساوي r sin theta صح. فانا عايز اشوف شكل الكيرف اللي الثيتا بتفاري عليه مظبوط كده. فعشان اشوف شكل الكيرف اللي الثيتا بتفاري عليه اثبت الار واشوف الكيرف ده في الاكس واي عامل ازاي. لو ثبت الار مثلا باي فاليو ار 0 يعني بتختلف من نقطه يعني ممكن تغيرها ساعتها ديت هتلاقي انك انت الثيتا المعادله دي معادله ايه؟ معادله سيركل. انك انت لو جبت اكس سكوير بلس واي سكوير يديك كام؟ يديك ار 0 سكوير. فانت تغير الزيرو هديك كونسنتريك سيركلز على كل واحده فيهم الثيتا بتتغير. لو انت عايز تجيب الكيرف اللي ار بتفاري عليه ثبت الثيتا صح. لو ثبت الثيتا هنا والثيتا هنا هيديك ستريت لاين مظبوط كده. فعلا هو الجراد كيو 1 مش ده معناه ان الدايركشن اللي بتزيد فيه كيو 1 اقصى زياده صح. كانك ماشي على كيو 1 جراد لا الجراد في الدايركشن بتاع فيري جود. خلي بالك الجراد هو اورثوجونال على كوردينيت ايكوال تو كونستانت او في الدايركشن بتاع الماكسيمم انكريز. بص دونت جيت سو اتاتشد للبيكتشر ديت مظبوط كده. فيري جود. طبعا انت عشان الجراد طبعا هو له تو ايكوفالنت مينينجز ان هو اورثوجونال على كيو ايكوال كونستانت صح او في الدايركشن بتاع الماكسيمم انكريز اوف كيو. لانك انت لو عايز تماكسمايز الانكريز ان كيو 1 مثلا تمام خليك اورثوجونال على كيو 1 ايكوال كونستانت افويد اي بروجكشن على انت عايز ماكسمايز الانكريز. فما تمشيش اي في اي دايركشن في الكيو 1 ايكوال كونستانت. ازاي انت خليك اورثوجونال على الدايركشن ده مظبوط كده. فده اللي انا عملته هنا دلوقتي. لما اثبت الكيو 1 يبقى انا باي كونستراكشن بتحرك على كيو 2 مظبوط كده. ذاتس هاو اي كونستراكت ذا كوردينيت كيرفز من البدايه. هتقول لي ايه هي الاكس كفانكشن في الكيو 1 والكيو 2 والواي كفانكشن في الكيو 1 والكيو 2 عشان كونستراكت الكوردينيت كيرفز. الكيو 1 كوردينيت كيرف باي كونستراكشن هو الكيرف اللي كيو 2 عليه ثابته. اروح حاطط كيو 2 كونستانت زي هنا الار ايكوال كونستانت واشوف الكيرف عامل ازاي كفانكشن في الاكس والواي اند سو اون مظبوط كده يا جماعه. فدلوقتي انا مثبت الكيو 1 يبقى انا اكيد على كيو 2 بغض النظر على الجيومتريك بيكتشر يعني تمام. دلوقتي بقى الفيكتور ده هو اورثوجونال على كيو 1 ايكوال كونستانت. بس كيو 1 ايكوال كونستانت هو اللاين ده يبقى هو اكيد اورثوجونال في الدايركشن ده يعني مظبوط. طيب لو احنا جبنا بقى الابسلون 2 اب اللي هو اورثوجونال على كيو 2 ايكوال كونستانت بس كيو 2 ايكوال كونستانت هو باي كونستراكشن هو الستريت لاين ده يعني صح. فانت عايز تبني انذر فيكتور طبعا بسبب ان البيكتشر نفسها مش كلير قوي
مظبوط. فانت عايز تعمل another vector وارثوجنال على ده يعني، فمثلا هيبقى كده يعني يعني سوري هو طبعا يعني اللاين ده هيبقى يعني هيبقى حاجه زي كده يعني، يعني الزاويه دي 90 والزاويه دي 90 يعني، وده ابسلون 2 صح. فانت عندك فعلا برضو 2 لينيرلي اندبندنت فيكتورز ما هماش في نفس الدايركشن بتاع ابسلون 1 وابسلون 2 يعني. اوكي، وانا المفروض ارسم صوره احسن من ديت يعني، يعني اعتقد كمان شويه هرسم افضل. اوكي بص تعالى بس تعالى فور ناو يعني، وانا كان الافضل ارسم حاجات بالوان يعني، ارسم البيز بديفرنت كلرز يعني، انا هنعمل ده ات سام بوينت. اوكي بس تعالى بس نستخدم الايكويشنز ديت. اوكي ان انا دلوقتي اي هاف ذا اوبورتيونيتي ان انا اكونستراكت ا ديفرنت سيت اوف فيكتورز. طبعا لسه ما قلتش ان هم بيزز لان اي هاف تو بروف ان هم لينيرلي اندبندنت، فانا يا اما امشي في الدايركشن بتاع التانجنت اللي هو كده، او اتشوز ان البيزز تبقى اورثوجونال للكوردينيت ايكوال تو كونستنت. اه لا ما احنا ناخد بقى يعني رايت هاند رول يعني، مظبوط كده يعني اورثوجونال رايت هاند سنس، بحيث ان انا مثلا لما اروح من لو انا في 3 دايمنشن لما اروح مثلا من ايبسلون 1 اب لايبسلون 2 اب يبقى في الدايركشن بتاع ايبسلون 3 اب يعني. Yeah. ففي رايت هاند سنس، ذاتس ا فيري جود كويستشن يعني. طب وانا برضه انا يعني انا حسيت بس كده، هل التو بيزز الجداد دول بينهم نفس الانجل ما بين التو بيزز الجداد؟ هنا هما ده على ده انا هتكلم على دي بالتفصيل يعني، هنشوف بقى الريليشنز ما بين الكوفاريانت بيزز والكونترافاريانت بيزز مظبوط كده. بس سو فار بص انا لسه ما شرحتش فعلا الجيومتريك مينينج بتاع ده بالتفصيل الممل. اوكي انا بس اول حاجه عايز اثبتها ان ده فعلا بيترانسفورم لايك ا كوفاريانت فيكتور. احنا اثبتنا ان ده بيترانسفورم سوري ككونترافاريانت فيكتور، احنا اثبتنا ان ده بيترانسفورم ككوفاريانت فيكتور. اوكي ازاي من هنا تمام يعني كده. فانا دلوقتي بقى عايز اعمل نفس الكلام على البتاع دي. فعشان تعمل كده انت عايز تحسب الكميه ديت سوري الكيو برايم الابسلون برايم اي اللي هو بيساوي جراد كيو ار صح. دي بقى هنشوف ازاي انها بترانسفورم لايك كوفاريانت او كونترا فاريانت اندكس. بص انا ممكن اكتب الرايت هاند سايد ده كده، خلي بالك انا بحسب الجراد في الكارتيجيان كوردينيتس، فالكميه دي فعلا هي كده سام على الام من 1 ل 3 وبعد كده بارشل كيو اي باي بارشل اكس ام وبعد كده الاي ام هات. الاي ام هات اللي هي الاي والجي والكي، فانا بحسب فعلا الجراد ان ار 3 وذ ريسبكت تو اكس واي اند زد مظبوط. فدلوقتي بقى انا هعمل كوردينيت ترانسفورميشن من الكيو هات للبرايم دي كيوز واشوف واشوف ده هيترانسفورم ازاي يعني. اوكي طبعا انت عشان تعمل كده هيحصل ايه بقى دلوقتي بقى انت عايز سوري طبعا في هنا غلطه ايه هي ديت اللي هي بارشال كيو برايم باي بارشال اكس ام يعني صح. انا بحسب انا عايز اجيب البرايم بيزز، فانت البرايم بيزز اللي هي ديت اللي هي فانكشن برضو في الاكس والواي والزد. طب هنحط يعني بارشل باي بارشل اكس برايم البارشل باي بارشل اكس برايم لا ليه انا اقول لك على حاجه يعني دلوقتي احنا دلوقتي في الاكس والواي والزد تمام صح كده. رحت لكيو مثلا مظبوط كده اللي هي مثلا كيو 1 اللي هي فانكشن في الاكس والواي والزد مظبوط كده، وبعد شويه رحت من او رحت للكيو اي يعني، وبعد كده تحت رايح من الكيو اي للبرايم دي كيوز اللي هي كده كيو برايم اي اللي هي فانكشن في الكيو اي صح. بس بينج ا فانكشن في كيو اي هي برضو امبليسيتلي فانكشن في الاكسات يعني، فانا كل حاجه بتحصل عندي في نفس الباك جراوند اكس واي زي ذاتس واي اي روت ذس لايك ا جريدينت وذ ريسبكت تو اكس واي زي اللي هو اوريجينال كارتيجن كوردينيت سيستم. احنا قلنا من البدايه انا عايش جوه ار 3 وبكونسيدر ديفرنت كوردينيت سيستمز انسايد الار 3 اللي هي مثلا لو انت في البلين انت ستيل بتستخدم هنا اكس واي حتى وانت بترسم البولار كوردينيتس صح. فانت بترسم البولار كوردينيتس كده مثلا راديال لاينز واللي هي الكونسنتريك سيركلز ديت دلوقتي بقى. فانت رحت للار والثيتا اللي هي كيو 1 وكيو 2 دلوقتي بقى روح من الار والثيتا دول لديفرنت كوردينيتس ار برايم وثيتا برايم فانكشن في الار والثيتا. بس طالما هو فانكشن في الار والثيتا يبقى فانكشن في الاكس والواي
صح كده؟ دلوقتي بقى احنا عايزين نريليت الكميه ديت لل عايزين نريليت الكميه ديت للكميه دي. احنا ممكن نكتب الكلام ده ازاي بقى؟ احنا هنكتب الكلام ده كده اللي هي partial q prime i by partial x m وبعد كده e m hat. مظبوط كده؟ ده الرايت هاند سايد وفي سام على الام يعني اللي هي ديت. الكميه دي اللي هي الابسلون برايم اي. فانا ممكن اكتب الكلام ده كده، ممكن اريليته للكميه دي سام على الان مثلا من واحد طبعا ده من واحد لثلاثة، وبعد كده ان من واحد لثلاثة، وبعد كده بارشال كيو جي باي بارشال اكس ان، وبعد كده اي ان هات. صح؟ انا عايز اريليت ده لده. تمام؟ فانت هنا عندك بارشال كيو برايم اي وهنا عندك بارشال كيو جي، فانت عشان ده يساوي ده لازم تعمل ايه؟ فلازم في هنا عندك partial q prime i by partial q j. صح كده؟ وبتصم طبعا على ايه بقى؟ على الجي. صح؟ هتصم على الجي. مظبوط كده؟ if you sum على الجي ده هيكنسل على ده وده هو ده. على فكره انت هنا مش انت الان هو الام يعني مش فارقه معايا في حاجه، انا عامل عليه صم يعني، فده هو الام مش هتفرق في اي حاجه يعني. مظبوط كده؟ بس لو انت بصيت على الليفت هاند سايد ده اللي هو الابسلون برايم اي. صح؟ الرايت هاند سايد اللي هو ايه بقى؟ ده الجراد بتاع الكيو جي. صح؟ فده اللي هو الابسلون جي. والكميه ديت اللي هي بارشال كيو برايم اي باي بارشال كيو جي او بارشال اكس برايم اي باي بارشال اكس جي. بس ده الترانسفيشر لو بتاع كونترا فاريانت فيكتور اللي هو الديريفاتيف بتاعت البرايم وذ ريسبكت تو ان برايم. مظبوط كده؟ هي نفس الاناليسيس ده بالظبط يعني، انت بس كل مره بتانسرت اللي هو الفاكتور ده. اذا this set of vectors بيترانسفورموا ككومبوننت اوف كونترا فاريانت اور this بيز ار كونترا فاريانت بيز اللي هو بيترانسفورموا لايك ا كونترا فاريانت فيكتور يعني. صح؟ if they are linearly independent then they are a good candidate set for basis vectors في coordinate system الجديد. صح كده؟ طالما هم new linearly independent، طبعا لسه ما اثبتناش linear independence، طالما هم linearly independent set انا برضو I can choose ان انا expand اي vector بدلالتهم. اللي احنا عملناه من شوية ان احنا كان عندنا physical vector and then we choose ان احنا expand بدلالة ال covariant basis، فانت كان عندك حاجة زي كده. احنا قلنا if you expand in terms of the covariant basis then the components will have to transform contravariantly. صح؟ دلوقتي بقى if you choose to expand the vector ده اللي هو نفس ال physical vector اللي بي represent some physical phenomena independent of the coordinate system. If you choose to expand the vector ده بدلالة ال contravariant basis which you can لان هم linearly independent set برضو. صح كده؟ ساعتها هتلاقي انت ممكن تكتب الايه ده كده نفس الفيكتور ايه انت عايز تكتبه كلينير كومباينيشن من الكونترا فاريانت بيزز دول. بس فور ذس تو بي اون تشينجد لازم الكومبوننتس بقى ترانسفورم كايه؟ كوفاريانتلي يعني. فانت عندك نفس الفيكتور بس عندك تو ان ايكويفالنت تشويسز للبيزز فيكتورز لو انت في نون اورثوغونال كووردينتس. لو كووردينت سيستم از اورثوغونال ذن ذس از ايكوال تو ذس، فمفيش اي ديستينكشن. انما لو كورد سيستم از نون اورثوغونال انت عندك تو ان ايكويفالنت بيزز، فانت اف يو اكسباند الونج الكوفاريانت بيزز ذن ذيس كومبوننتس ار بي ترانسفورم كونترا فاريانتلي، والعكس هنا يعني. اوكي، ديفرنت ايكويفالنت ريبريزنتيشنز اوف ذا سيم فيكتور دي كونتين ذا سيم اماونت اوف انفورميشنز يعني. طبعا لان دول ثلاثه لينيال اندبندنت بيزز ودول ثلاثه لينيال اندبندنت بيزز وانت في 3 دايمنشنال سبيس اكيد الثلاثه دول ريليتد الثلاثه دول يعني، مش اي حل ثاني. صح؟ وانا قدامي قد ايه؟ 5 دقايق. اوكي. طبعا خلي بالك من حاجه مهمه جدا بقى دلوقتي، الكوفاريانت بيزز دول اللي هم ايبسلون اي اللي هي بتساوي بارشال ار باي بارشال كيو اي اللي انا كنت كاتبهم هنا دول اللي هم دول يعني، ده كان ده لما كنت بقطع كارتيجن كوردينتس يعني. مظبوط كده؟ انما ان جنرال بارشال ار باي بارشال كيو اي، هنا لما كانت كيو اي هي كارتيجن كوردينتس. اوكي، فدول خلي بالك احنا المره اللي فاتت قلنا الكميه ديت
سوري الكمية دي بقى اللي هي partial r by partial qi dotted مع partial r by partial qj وبعد كده مفيش اي sum تمام الاي والجي في دي اندسيز by this I mean الكمية دي partial x m cartesian coordinates من partial x i و partial x m برضو by partial qj صح؟ That's the meaning of this dot product. احنا سمينا الكمية دي ايه بقى؟ الجي اي جي فده الجي اي جي صح؟ بس دلوقتي بقى الجي اي جي ما هو الا الدوت برودكتس ما بين الابسلون اي اللي هي الحته ديت والابسلون جي الدوت برودكت في الار 3 لانك انت الابسلون اي ده ultimately سواء هو الار هات او الاي ثيتا هات هو مجرد فيكتور في الار 2 اللي هو تقدر تكتب بداله الاي هات الاي هات والجي هات وده على فكره اللي حصل الار هات مثلا كان كوساين ثيتا في اتجاه الاي هات بلس ساين ثيتا في اتجاه الجي هات صح لو انت بقى بسيط بقى فور ا جنرال نار اورثوجونال كوردينيت سيستم الماتريكس ديت اللي هي دياجونال جنرال ماتريكس بقى صح فانت ان جنرال الكميه دي لا تساوي دلتا اي جي يعني فانت رحت من رحت من الاي هات والجي هات والكي هات اللي هم نايس اورثونورمال بيزز في الار 3 لاذر بيزز اللي هي الابسلون اي اللي هي اللي بنسميها كوفاريانت بيز بسبب الحته ديت بس الابسلونات دول مش اورثونورمال على بعض That's not good. ليه بقى؟ لأنك أنت if you write down a vector بدلالتهم كده طبعاً طالما أكتبه بدلالة ال covariant bases يبقى لازم أعمل كده وفي صم على ال i يعني دلوقتي بقى لو أنا قلت لك مثلاً pick ال component رقم 1 من ال a في ال cartesian coordinates كنت تعمل كده بتروح ضارب ال a ده في a عشان تبيك ال 1 component في ال i hat لأنك أنت if you dot ال a مع ال i hat ال i hat هيكل ال j hat وال k hat لأن هم orthogonal إنما دلوقتي بقى لو قلت لك pick ال A1 اه هتقولي ماشي انا ممكن مثلا اعمل كده اجيب ال A ده وضطه مع ال epsilon 1 صح بس if you apply this to the right hand side هيديك بقى ايه هيديك ال AI وبعد كده epsilon I وفي sum على ال I وبعد كده you dotted this مع ال epsilon 1 hoping ان ده هي pick ال A1 بس that's not true انك انت بسبب ان المتريك ده ان جنرال اي حاجه الابسلون 1 دوت ابسلون 1 ممكن تبقى اي حاجه الابسلون 1 دوت ابسلون 2 ممكن تبقى اي حاجه يعني صح فده دي حاجه مش كويسه في الكورد سيستم الجديده انك انت رحت النون اورثونورمال بيزز يعني اوكي هاويفر الحاجه ديت بقى لها يعني لا يو كان فيكس الحاجه المشكله دي بطريقه فيري فيري نيت يا ازاي بقى ازاي بقى اشوفها المره الجايه لان انا بنتج ربع ساعات يعني